يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا هدير. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. الحقيقة أنه من ساعة ما تم الإعلان عن قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي والعالم كله بيسأل طب إحنا هنعمل إيه؟ طيب الحقيقة أنه الحكومة المصرية كان عندها تعامل مستقبلي مع الموضوع، بمعنى أنه الدولة ما استنتش تظهر لنا أزمات دولية علشان نبدأ نتعامل معاها. مصر اشتغلت من سنين، صحيح ساعتها كنا بنشتغل وهدفنا ان احنا نبني الاقتصاد ونبني البلد من اول وجديد، لكن في الوقت الحالي عرفنا قيمة اللي اتعمل ده، وظهر يعني من خلال الثلاث سنين اللي اشتغلنا فيهم على تعميق التصنيع المحلي من 2019، يعني قبل ما تظهر اصلا تداعيات فيروس كورونا، وقبل ما تظهر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. بالإضافة لده كمان يا هدير، احنا زودنا صادراتنا المصرية، وكمان كان في اهتمام من حوالي 4 سنين لزيادتها لأنها واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة، كمان كثفنا من نشاطنا وفتحنا أسواق جديدة للمنتجات بتاعتنا، وفي الكام سنة اللي فاتوا نجحت الجهود في زيادة الصادرات ل 45 مليار دولار، ده في سنة 2020-2021. صحيح، ده كمان بالإضافة لأنه الدولة اتجهت خلال الكام سنة اللي فاتوا واشتغلت على مسألة ترشيد الواردات من خلال أن احنا نزود الاستثمارات في قطاع الطاقة، واللي حققنا فيه نتائج مبهرة جدا في وقت بسيط، علشان كده حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي من 3 سنين، وبكده نكون وفرنا مليارات من الدولارات كانت بتبقى موجهة لاستيراد هذا الغاز. وبالتالي دلوقتي الحمد لله بقينا بنصدر الغاز بقيمة 4 مليار دولار مع زيادة القدرات الإنتاجية للمنتجات البترولية من خلال بقى مجموعة كبيرة من المشروعات زي مجمع مستورد للبتروكيماويات اللي بنستهدف من خلاله عشان نوصل للاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023، وبالتالي هنوفر برضو مليارات الدولارات وكمان هنخفف العبء عن موازنة الدولة. بالإضافة لده مصر أنشأت الصوامع والمخازن الاستراتيجية، وكمان زودنا من زراعة القمح. حانو يعني عايزين نقول لحضراتكم انه الدوله شغاله وفق خطط ومؤشرات ودراسات مستقبليه، وشغالين على اي سيناريو وعلى اي يعني مستجدات ممكن تطرا دلوقتي او بعد اسبوع او حتى بعد سنه. مع كل سيناريو بيتم دراسه المستجدات كويس جدا. الوزارات والمؤسسات المسؤوله عن الاقتصاد بتتابع الاوضاع العالميه الراهنه بجديه تامه، وعندها دراسات مستقبليه تقدر من خلالها انها تتعامل مع أي ظروف بتطرأ على العالم كله. يبقى على المواطن ترشيد الاستهلاك، وأعتقد أن دي كلمة السر أن احنا نعبر الأيام القادمة بإذن الله على كل خير. بنصبح على حضراتكم في كل مكان، وصباح الخير يا مصر. قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، نصبح على دينا، طمنا على حالة الطقس، نشوف كمان أحوال الشوارع إيه، وكمان أسعار الذهب والعملات. صباح الخير عليك دينا. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا هدير. صباح الخير، صباح الخير على كل المصريين في كل مكان. النهارده اعتقد ان احنا بقالنا فتره كده في اجواء ربيعيه جميله، يعني ده حقيقي. يعني كمان بالليل بيبقى فيها ولسه الشتاء مشاين عليها كويس. لا الحمد لله. خلينا نطمنكم دلوقتي على احوال المرور في البدايه والحاله المروريه على شوارع القاهره والمحافظات. دلوقتي الناس طبعا اكيد بدات تنزل النهارده بدايه الاسبوع بعد اجازه طويله قضاها المصريون بمناسبه عيد الفطر المبارك.
الشوارع هتبدأ ترجع لطبيعتها في فترة الصباح، وخاصة أن معظم طلاب النقل والصف الأول والثاني الثانوي عندهم امتحانات. خلونا نبدأ بقى جولتنا النهاردة من القاهرة طبعا زي ما قلت لكم في البداية، ومن كوبري أكتوبر، وهو طبعا بيشهد سيولة مرية في الاتجاهين ما عدا بعض الكثافات المتقطعة على شارع رمسيس وغمرة، لكن حالة السيولة مكملة معانا لحد شارع رمسيس وامتداد غمرة في بعض الكثافات المرية البسيطة. دي كمان بتظهر بمحيط دار القضاء العالي بسبب غلق الطريق لأعمال الإنشاء. أما لو رحنا لشارع صلاح سالم في بعض الكثافات البسيطة اللي لو كملنا لحد الآخر هنلاقي إن الكثافات دي بدأت تقل ويبقى في سيولة مرية ملحوظة بتوصل لحد نفق الطيران. أما كوبري الأزهر بيشهد سيولة مرية وكذلك النفق حتى ميدان الأوبرا. نستكمل جولتنا بشوارع الجيزة، وهنبدأ من محور 26 يوليو القادم من أكتوبر في سيولة مرية حتى منطقة الزمالك وكوبري 15 مايو. أما المحور المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر في بعض الكثافات لكنها بسيطة ناتجة عن أعمال التوسع اللي بتتم في المحور، كمان أعمال إنشاء القطار الكهربائي الخفيف. أما كوبري 15 مايو بيشهد سيولة مرية على الكوبري في الاتجاهين، وبتظهر أيضا سيولة مرية على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، ونفس الأمر اللي بيمر كمان من كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. أما محور عرابي فبيشهد سيولة المتجه من الأقاليم عبر الطريق الدائري وصولا للمهندسين. بالنسبة لشارع الهرم فبيشهد ظهور كثافات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومدكور والعريش والطلبية، ده عشان إنشاء محطة مترو، وبتظهر كثافات كمان في منطقة مشعل وكثافات بسيطة من شارع العشرين حتى الطلبية، في كثافات كمان في شارع فيصل بمنطقة الطوابق. نروح معاكم لمحافظة القليوبية، وهنلاحظ من المتابعة الأولى للخرائط إن في سيولة مرية على كل الطرق والمحاور الأساسية، ولو شفنا الطريق الدائري القادم من السلام هنلاقي سيولة حتى طريق شبرا بنها الحر، ومكملة معانا حتى نزلة أليوب، ثم طريق الزراعي، وكمان في سيولة مرية حتى مدينة بنها. أما القادم من شبرا بنها متجه إلى منطقة شرق القاهرة هيكمل أفضل في محور العصار حتى منطقة المطرية والحلمية وميدان روكسي. الطريق الزراعي القديم بيشهد كثافات مرية قبل الطريق الدائري، وكمان هنلاقي كثافات تحديدا في المنطقة أسفل الطريق الدائري بسبب أعمال التوسعة وتغيير مطالع ومنازل الطريق، وبالنسبة كمان لإنشاء كوبري دوران للخلف عند منطقة ميت نما. لكن بعد كده هيكون في سيولة مرية مكملة حتى المؤسسة. القادم كمان من مؤسسة وحابب يسلك طريق شبرا بنها الحر ياخد باله ان طلعة الدائري تم ازالتها بسبب اعمال التوسعة، وبيسلك كوبري الشرقوية الجديد ومنه الى طريق شبرا بنها الحر. ونروح لعروس البحر الابيض المتوسط اسكندريه، هنلاقي كمان ان في سيوله مريه في كل الطرق، وهنلاقي كمان سيوله مريه كبيره عند محطه الرمل واصله لحد شارع عمر لطفي ولحد تقاطع شارع النبي دانيال اللي بيشهد سيوله مريه واصله لحد طريق الحريه. ولو كملنا في نفس الشارع هنلاقي في كثافات مريه اخرى واصله لحد محرم بيك ولشارع عبد القادر الغرياني. اجمالا الطريق الكورنيش فيه كله سيولة مرية على طول الكورنيش. تعالوا بقى نتابع معاكم دلوقتي متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، وهنبدأ من الدولار الأمريكي. بالنسبة لسعر البيع وسعر الشراء، سعر البيع 18 جنيه 52 قرش و 18 جنيه 44 قرش للشراء، اليورو 19 جنيه 43 قرش للبيع، 19 جنيه 33 قرش للشراء، الجنيه استرليني 23 جنيه و3 قروش للبيع، 22 جنيه و91 قرش للشراء، فرانك سويسري 19 جنيه وقرشين للبيع و18 جنيه 92 قرش للشراء، اليوان الصيني 2 جنيه و80 قرش للبيع، 2 جنيه 78 قرش للشراء، الريال السعودي 4 جنيه 94 قرش للبيع، 4 جنيه و91 قرش للشراء، الدينار الكويتي 60 جنيه و41 قرش للبيع، 60 جنيه و5 قروش للشراء، والدرهم الإماراتي سعر البيع 5 جنيهات و4 قروش وسعر الشراء 5 جنيهات وقرشين. وبالنسبة لأسعار الذهب النهاردة، عيار 18 سجل 1071 جنيه، عيار 21 سجل 1250 جنيه،
عيار 24 سجل 1428 جنيه، واخيرا الجنيه الذهب وصل ل 9480 جنيه. بالنسبة بقى لحالة الجو، حابين نطمن على حالة الجو كده في جولة سريعة، ان النهاردة الجو هيكون مائل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون مائل للبرودة بالليل. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 28، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 35، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. امبارح كان في مجموعه مهمه من الاخبار والموضوعات، زي نفي الحكومه لاصدار قرار بتطبيق نظام التحسين على طلاب الثانويه العامه، ونشر نتائج حمله المخدرات رحلتها قصيره ما تسافرهاش بمشاركه نجمنا محمد صلاح في انفوجرام، وايضا وقف قطارات الجيزه وابو النمرس 3 ساعات يوم الاحد والاثنين، واخبار تانية كتير هنتابعها من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها كان نفي الحكومة إصدار قرار بتطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وإنه ما صدرش أي قرارات بخصوص الموضوع ده خالص. وتم التوضيح إن تطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة بيتطلب تعديل تشريعي على قانون التعليم، وهيتم الاكتفاء بالدورين الأول والتاني بس مع تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور التاني، مع أحقيتهم في الاحتفاظ بالدرجة الكاملة بشرط تقديم مستند طبي رسمي بيثبت إصابتهم وقت الامتحانات. كمان نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انفوجراف على الصفحة الرسمية للصندوق على الفيسبوك، ووضح فيه نتائج حملة المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش أنت أقوى من المخدرات، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وشهدت الحملة تفاعل كبير من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي. وتحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة بالتعاون مع مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية قام بتنفيذ ورشة تدريبية تفاعلية في محافظة البحر الأحمر، وعلى مدار 3 أيام تدريبية ناقش المشاركين من الشباب المقبل على الزواج مجموعة مختلفة من المعلومات والمهارات والأدوات اللي بتساهم في تماسك الكيان الأسري، زي مفهوم وأهداف الزواج ومعايير وأسس اختيار شريك الحياة والعوامل الثقافية والنفسية والاجتماعية المتعلقة بتكوين الأسرة ومهارات التواصل وحل المشكلات الأسرية وإدارة الغضب. كمان تناولت التدريبات تدعيم المحاور المختلفة الخاصة بمناهضة العنف الأسري ودراسة أهم الصور المتعلقة بها وأثرها على الأسرة والمجتمع. امبارح كمان أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة أبو النمرس بخط القاهرة السد العالي بصفة مؤقتة لمدة 3 ساعات من الساعة 2 الصبح ولحد الساعة 5 الصبح، اعتباراً من يوم الحد ولحد يوم الاثنين 9 مايو، ولمدة ساعة واحدة بس يوم الثلاث من الساعة 2 الصبح لحد الساعة 3 الصبح. فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لسه متواصلة وهتمتد لحد أول شهر يونيو الجاي، وده لتوفير احتياجات المواطنين من كل أنواع السلع، وده بتخفيضات بتصل لـ 60%. امتدت فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية حتى الأول من يونيو القادم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. فمنذ إطلاق وزارة الداخلية المرحلة 22 منها لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 60%، شهدت المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على تدبير احتياجاتهم مستفيدين من تخفيضاتها. وقد أشاد المواطنون بتوجيهات رئيس الجمهورية باستمرار الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الحالي لتخفيف الأعباء عنهم، كما أشادوا بالمبادرة واستمراريتها خاصة مع توافر السلع في قرابة 1000 فرع لكبرى السلاسل التجارية تشارك فيها. طبعا فكرة مد المبادرة فكرة كويسة جدا وبنستفاد منها، طبعا كل ما بتمتد كل ما بتبقى بنستفاد منها. المبادرة دي محتاجة تبقى موجودة باستمرار
عشان الناس تقدر تستفيد بالأسعار وتبقى العيشة عيشة كريمة وكويسة. يا ريت تكمل بقى يعني شهرين ثلاثة كده لحد العيد الكبير إن شاء الله الأسعار تبقى كويسة يعني إن شاء الله. مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار الموردين والتجار بنطاق كل مديرية واصلت توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مع استمرار فعاليات المبادرة، سواء في السلاسل التجارية أو المنافذ أو السرادقات أو من خلال قوافل السيارات المحملة بتلك السلع. كل حتة السلع بننزل نلاقيها، مفيش سلع ناقصة، لا السلع الحمد لله متوفرة بشكل كبير جدا، وده بيوفر علينا عناء كبير جدا يعني ان احنا نلاقي السلع. بقالي فترة باجي والمبادرة شغالة، بلاقي فيها حاجات كويسة جدا ودايما باخد منها، ولسه كمان دلوقتي حالا واخدة مكرونة ورز وحاجات منها برضه. المبادرة نجحت وكل الأسعار نزلت بصراحة، والحمد لله في ناس بتشتري كتير وكل حاجة تمام 24، مفيش أي شيء. منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في إطار توجيهات القيادة السياسية تواصل توفير السلع الأساسية بتخفيضات كبيرة وجودة عالية حتى نهاية العام الجاري في كافة منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية. الحمد لله المبادرة كويسة والأسعار كويسة قوي، بقت تتخفض والحمد لله. احنا بنشكر السيد الرئيس على المبادرة اللي عملها لنا. احب اقول لوزارة الداخلية طبعا انهم شاكرين افضلهم طبعا على المجهود المبذل في هذه المبادرة، وان يعني اتمنى منهم واتمنى من الله التوفيق انهم يدعمونا دايما في مبادرة كلنا واحد. وتستمر الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية على الصعيد المجتمعي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، جهود تتكامل مع سعي الدولة لتوفير احتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة. بالنسبة للأخبار اللي حصلت امبارح في المحافظات، فمستشار رئيس الجمهورية تفقد محطة المعالجة البيولوجية للصرف الصناعي ببورسعيد وخطة القوافل العلاجية بقرى 5 مراكز في أسيوط، ده ضمن مبادرة حياة كريمة خلال شهر مايو. وأيضا جامعة الإسكندرية في أعلى نسبة 7% عالميا بتصنيف سيماجو الإسباني، وده للمراكز البحثية. وأخبار تانية كتير نتابعها بالتفصيل من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها كان تفقد اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومعاه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير العمل في محطة المعالجة البيولوجية للصرف الصناعي في إطار متابعة المشروعات القومية اللي بتتعمل على أرض المحافظة، خصوصاً إن المحطة بتشتغل على معالجة المياه الملوثة الناتجة عن المشروعات البترولية وحقول الغاز الطبيعي. في محافظة أسيوط أعلن اللواء عصام سعد المحافظ خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر مايو اللي هتبدأ من بكرة في عدد من القرى، وتحديداً في 5 مراكز على مستوى المحافظة، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً. وهيتم التنفيذ بواقع 2 في كل قرية لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية في القرى والنجوع بالمجان. أظهرت نتائج تصنيف سميجو الأسباني للمراكز البحثية لعام 2022 الخاص بنشر الأبحاث العلمية في المجالات المفهرسة عالمياً إن جامعة اسكندرية قفزت 44 مركز عالمي عن السنة اللي فاتت، وبكده بقت في المرتبة 593 من 8084 مؤسسة تعليمية وبحثية على مستوى العالم. وجت جامعة الإسكندرية في الترتيب 5 محلياً في قائمة ضمت 70 جامعة ومركز بحثي على مستوى مصر. الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ناقش تقرير ربع سنوي عن جهود وأنشطة عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال المشاركة في تقديم الرعاية والدعم للفئات الأولى بالرعاية،
وأوضح أن إجمالي المساهمات المجتمعية خلال الشهور اللي فاتت وصل لأكثر من 27 مليون جنيه. بعد ما شفنا وتابعنا الأحداث اللي حصلت امبارح، دلوقتي هنشوف أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة. عندنا كمان مباريات مهمة جدا، أهمها الأهلي ووفاق سطيف في نص نهائي أبطال أفريقيا، ومباريات مختلفة من الدوريات العالمية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هيخوض طلاب سنة أولى ثانوي في جميع المدارس الثانوية تدريب اختياري على التابلت في شكل امتحان لمادة الأحياء لمدة ساعة واحدة. التدريب ده هيتعمل جوه المدارس المجهزة لعقد امتحانات آخر السنة. كمان هتنطلق النهاردة امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل في المدارس الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية، وده وفقاً لجداول الامتحانات المعتمدة من جانب كل محافظ. النهاردة برضو هتقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفل بعنوان مصر في الموسيقى الساعة 8 بالليل بقيادة المايسترو نادر عباسي، وهتشارك المغنيين السوبرانو داليا فاروق. هيتضمن البرنامج عدد من الأعمال الكلاسيكية العالمية المستلهمة من الحضارة المصرية العريقة اللي تأثر بيها عدد كبير من المبدعين. أيضاً النهاردة هتتجه أنظار جماهير الأهلي لمتابعة مباراة الفريق قدام وفاق سطيف الجزائري على ملعب الأهلي، وده في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهتتلعب المباراة الساعة 9 بالليل. لعشاق الدوري الإنجليزي هيكون معادهم النهاردة مع مباريات كبيرة في إطار الجولة 36 من عمر المسابقة، هتتلعب 4 مباريات الساعة 4 العصر. هيواجه فيها فريق برنتفورد ساوثهامبتون، وبيرنلي مع أستون فيلا، وتشيلسي مع ولفرهامبتون، وكريستال بالاس مع واتفورد. الساعة 6:30 هيواجه فريق برايتون مانشستر يونايتد، والساعة 9:15 هيكون معادنا مع مباراة القمة اللي هتجمع ليفربول بتوتنهام. لعشاق الدوري الإيطالي هيكون معادهم النهاردة مع 3 مباريات حاسمة في الجولة 36 من عمر المسابقة والمنافسة على لقب الدوري. تورينو هيواجه نابولي الساعة 3 العصر، وساسولو مع أودينزي الساعة 6 المغرب، وفي السهرة هيواجه لاتسيو فريق سامبدوريا الساعة 9:15 بالليل. مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع من بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايما مستنيين. اهلا بحضراتكم مره تانية. دلوقتي هنروح لدين عشان تطمنا اكتر على حاله الطقس وكمان درجات الحراره المتوقعه النهارده. اتفضلي يا دين. بشكرك فعلا يا محمد. تعالوا دلوقتي في جوله تفصيليه عن احوال الطقس. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الجو هيكون مائل الحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري، معتدل الحراره على السواحل الشماليه، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبروده ليلا. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. طبعا من متابعتنا للنشرات اللي حضراتكم بتنزلوها في ارتفاع ملحوظ هيكون من يوم الاثنين اللي جاي، لكن اسبوع كله هتفضل حوالين متوسط درجات 33، ولكن الصغرى هتبدا ترتفع على الوجه القبلي، صحيح ده؟ بالفعل يمكن اليوم هيكون ان شاء الله اخر يوم في انخفاض درجات الحراره، يعني درجات الحراره اليوم هترتفع ارتفاع طفيف جدا عن الامس، حوالي من درجه الى درجتين، لان اليوم متوقع تكون العظمى على القاهره الكبرى 28 درجه مئويه. ما زالت الكتل الهوائيه اللي متاثر بيها هي كتل هوائيه شماليه شرقيه قادمه من على البحر المتوسط، فالطقس خلال فترة النهار طقس ربيعي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات جنوب الصعيد، محافظات أسفل شمال الصعيد، بيكون معتدل الحرارة على سواحلنا الشمالية، بيكون حار على محافظات جنوب البلاد، طبعا خلال فترات النهار. أما خلال فترات الليل ما زالت درجات الحرارة الصغرى منخفضة، متوقع الصغرى خلال فترة الليل توصل ل 17 درجة مئوية، الأجواء هتكون أجواء مائلة للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية، وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. يمكن اليوم نلاحظ يعني هدوء نسبي في سرعات الرياح خاصة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، هيبقى فقط نشاط رياح على سواحلنا الشمالية، ده ممكن يعني يزود إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة فقط في السواحل الشمالية، لكن القاهرة ومحافظات الوجه البحري في اعتدال في سرعات رياح عن الامس، ده هيحسسنا شويه بارتفاع درجات الحراره. بالاضافه كمان ان احنا ان شاء الله متوقع غدا يكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره. لسه كنت عايزه اسال حضرتك، هل فعلا في موجه حاره هتواجهنا خلال الاسبوع ده؟
هي مش موجة حارة خلال الأسبوع ده، هو في ارتفاع فقط في درجات الحرارة. هي درجات الحرارة ترتفع عن اليوم حوالي 5 درجات، لأن غدا متوقع تكون 33 درجة مئوية. هو ذروة الارتفاع حد واثنين، هتوصل فيها العظمى 33 درجة مئوية. يعني الأجواء هتكون أجواء حارة خلال فترة النهار، لطيفة خلال فترات الليل، وهتكمل لنهاية الأسبوع تتراوح ما بين 30 و31 درجة مئوية. يعني الطقس مستقر، ارتفاع فقط في درجات الحرارة، مش هيكون ارتفاع شديد في درجات الحرارة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة. طبعا احنا حضراتكم بتتابعوا دايما الموجات الحاره اللي بتكون في جنوب شرق اسيا وباكستان، وفي ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، ده ممكن ياثر على مصر؟ بالفعل، يمكن الايام الماضيه كان في ارتفاع في درجات الحراره في الدول الموجوده في شرق اسيا وموجود في الهند وباكستان. بالفعل ارتفعت درجات الحراره بشكل كبير جدا، وده بدايه لنشاط منخفض الهند الموسمي اللي دايما بياثر علينا احنا في فصل الصيف. يعني بدايه من شهر 6 وشهر 7 وشهر كمان 8 تبدا درجات الحراره ترتفع، وتبدأ نسب الرطوبة كمان تزيد بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي اللي دايما بنسمع عنه فصل الصيف. صحيح. وده بيبقى السبب الأساسي في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة. ناس كتير بتقول ان ده هيأثر او هيكون ده انعكاس على ان الصيف السنة دي هيكون صيف شديد الحرارة، ده بالفعل؟ لا خالص، هو ملهوش علاقة، وما نقدرش نقول ان الصيف اللي جاي هيكون صيف شديد الحرارة او زي العام الماضي. يعني هو احنا لسه في التنبؤات الفصلية لسه كمان هتصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية. لكن هو منخفض الهند الموسمي، احنا دايما كل فصل صيف هو اللي بيزود ارتفاع درجات الحرارة، هو السبب الأساسي في ارتفاع درجات الحرارة اللي احنا دايما متعودين عليها في فصل الصيف، متوسطات درجات الحرارة فيها ما بين 37 و38. لكن زيادة نسب الرطوبة اللي دايما تبقى سبب مرور الكتل الهوائية على البحر المتوسط خلال فصل الصيف هي العامل الأساسي في الإحساس بارتفاع درجات حرارة خلال فصل الصيف. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. تعالوا نتابع مع بعض دلوقتي حالة الجو أو درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأ من القاهرة العظمى 28 والصغرى 17، الإسكندرية 26-17، مطروح 23-16، سيوة 30-14، بورسعيد 24-17، دمياط 24-16، إسماعيلية 28-16، السويس 28-17، العريش 24-16، طابة 29-16، كاترين 24-11، شرم الشيخ 32-21، الغردقة 31-20، الفيوم 30-18، بني سويف 30-18، المنيا 31-18، أسيوط 32-19، سوهاج 33-19، قنا 33-20، الأقصر 34-20، أسوان 35-21، الوادي الجديد 34-20، شلاتين 32-19، وأخيرا حلايب 30-19. بكده حاولنا نطمن حضراتكم على الحالة الجوية بالتفصيل، الأجواء ربيعية مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام اللي جاية، لكن بالليل الجو هيكون لطيف. هرجع مرة تانية لمحمد وهدير علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا ديما. شكرا لك. السنة دي في موسم دراما رمضان، وزي ما احنا متعودين كل سنة كان في مجموعة من الوجوه الجديدة اللي قدرت انها تسيب اثر مع الجمهور والمشاهدين. طبعا من بين يعني الوجوه دي وابرزهم كانت مربوحة في الكبير قوي، واللي حصلت على اوراق اعتمادها من الجمهور من اول حلقة في المسلسل ودخلت قلوب الناس، وده غير وجوه شابة كتير كانت موجودة في الكبير قوي وفي مسلسلات تانية. بنتكلم على نور النبوي في راجعين يا هوا، بنتكلم على العترة ونفادي وتوازى في الكبير، بنتكلم على احمد اسماعيل في الاختيار. هنشوف مع حضراتكم من خلال التقرير كل هذه الوجوه الشابة. بس في كل سنة ومع انتهاء حلقات مسلسلات دراما رمضان لازم تظهر مجموعة من الوجوه الفنية الشابة اللي بتسيب أثر مع الجمهور والمشاهدين. في منهم اللي بيستمر وبيحقق نجومية كبيرة بعد كده وبيتم وضعه تحت مايكروسكوب المخرجين وصناع الدراما، ومنهم اللي الحظ ما بيحالفهوش، لكن السنة دي كان في مجموعة استثنائية من الوجوه الجديدة اللي أكيد هيكون ليهم مستقبل كبير خلال الفترة اللي جاية. يا
يعني مثلاً في الجزء السادس من مسلسل الكبير قوي خرجنا بعدد كبير من الوجوه الجديدة زي رحمة اللي حققت نجاح كبير ومبهر في دور مربوحة من بداية ظهورها في الحلقات الأولى تصدرت الترند والجمهور اتعلق بيها. تعرف يا كبير؟ يا بوي انت براك جساوة بس عينيك كلها شجاعة. دي كانت ايه على التيك توك اللي كان بيزفك؟ لا عينيك فتحات عليك تضيقة عين وبريجة تجيب التخين الأرض. كمان حاتم صلاح أو نفادي صاحب مشهد لعبة الصبيط في الكبير قوي اللي سطع نجمه في حلقات المسلسل. فوق بس يا كبير شكلك لسه صح. فعلا لسه صح. يعني لو خيروك ما بين نفادي صديق عمرك وبين مرتك وعيالك هتختارهم هما برضك؟ لو خيروني ما بينك وبين كيس بوزو هختار كيس البوزو أي نكهة. حتى لو بالعسل؟ حتى لو بالكبدة. وشخصية طبازة للممثل الشاب عبد الرحمن حسن اللي حقق من خلالها نجاح كبير. يعني ايه؟ ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لو خسرنا المسابقة عن الكهرب ونموت؟ ايوه. ليه؟ ايه؟ ليه؟ انضم برضه لكتيبة الكبير في الوجوه الجديدة مصطفى غريب اللي جسد شخصية العترة ابن الكبير في العمل. أنا العترة ولدك يا ابوي. وانا اهلي ضمن انك ولدي. بقول لك يا ابوي حت امك. يعني لو قلت لي يما صدري حن ورضعك. الحقني يا عمو. في مسلسل راجعين يا هوا ظهر الفنان نور خالد النبوي في تجربته الدرامية الثانية بعد ظهور السنة اللي فاتت في الاختيار 2. نور برضو حقق نجاح كبير وقدر يلفت انظار الجمهور بالدور اللي جسده. ما تيجي معايا الشركة بقى. انا هاجي معاك الشركة اعمل ايه؟ اشتغل اشتغل هفكر بس يبقى عندي 5 موظفين مكتب كبير مرتب كبير ومفيش خصومات. كمان الفنان الشاب عمرو جمال اللي شارك بتجربتين خلال الموسم الدرامي وهما سوتس بالعربي مع آسر ياسين وأحمد داود ومسلسل مين قال اللي ظهر فيه بدور طايل. مشغول ولا اتحلق لك؟ قالوا لك قعدة كبار وبتاع ده. الصراحة اتحلق لي. انت كمان اتحلق لك قبل كده؟ كتير. أنا النبغ اللي شغال مع أدري. بس بعد المباراة الكبيرة اللي فاز فيها ريال مدريد على مانشستر سيتي وكانت ملحمة كروية، احنا كنا قاعدين بنتفرج كده وبننهج واحنا بنتفرج، الكرة رايحة جاية هجمة هنا وهجمة هنا، كل جمهور الكرة دلوقتي مستني النهائي الكبير ما بين ريال وليفربول، هيتلعب يوم 28 مايو في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، إيه توقعاتنا للماتش؟ سؤال صعب جدا لأنه في الماتشات الكبيرة اللي زي دي ما بيكونش فيها توقعات لكن فيها أمنيات. احنا بنتمنى طبعا فوز ليفربول وده بالتاكيد عشان محمد صلاح يتوج بهذه البطوله. خلونا نعرف مع حضراتكم من خلال هذا التقرير تاريخ مواجهات الفرقتين مع بعض في التقرير اللي جاي. يوم 28 مايو هيكون معدنا مع مباراه كرنفاليه جديده في نهائي بطوله دوري ابطال اوروبا. ليفربول وريال مدريد هيلتقوا على ملعب ساندوني في العاصمة الفرنسية باريس علشان يتحدد مين الفريق اللي هيكون بطل أوروبا. ريال مدريد صاحب الصدارة في التتويج باللقب 13 مرة ولا الليفر اللي بيدور على تحقيق اللقب السابع في مسيرته. قبل المواجهة اللي هتجمعهم ببعض الفرقتين اتقابلوا في 6 مناسبات كلها كانت في دوري الأبطال وبتعتبر المباراة الجاية هي 7 في تاريخهم. أول لقاء كان في نهائي دوري الأبطال على استاد حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس يوم 27 مايو عام 1981 وحقق وقتها اللقب ليفربول. المواجهة الثانية كانت في نهائي 2018 وفاز فريق ريال مدريد باللقاء وتم تتويجه باللقب ودي كانت المباراة الشهيرة اللي خرج فيها نجمنا المصري محمد صلاح مصاب بسبب الالتحام القوي اللي تعرض له من المدافع المدريدي الشهير سيرجيو راموس. حتى لما انتهت مباراتهم مع مانشستر سيتي الإنجليزي وبلغوا النهائي خرج على طول صلاح وقال إن عنده رغبة في مواجهة ريال علشان يعوض خسارة نسخة 2018. أما في مواجهات دور المجموعات فالفرقتين اتقابلوا في موسم 2008 و2009 وقدر الليفر يحقق الفوز على الريال 5-0 في نتيجة الذهاب والعودة بمجموع المباراتين في دور الـ16.
وقتها ليفربول فاز في جولة الذهاب على الريال بنتيجة 1-0 في أسبانيا، وكرر الفوز في جولة العودة بنتيجة 4-0. ربع الفريق الملكي للانتقام في نسخة 2014 في دور المجموعات وفاز بنتيجة 1-0. وعلى ملعب أنفيلد معقل الليفر فاز الفريق برضو 3-0 بفضل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، وفشل ليفربول وقتها في أنه يتأهل لدور 16 في المسابقة. في قلب المدينة القديمة بدمشق بترفع مجموعة من الرجال تجمعهم غرفة واحدة بالمسجد الأموي أذاناً للصلاة ينفرد بالمسجد القديم. وفي مختلف أنحاء العالم الإسلامي بيؤذن للصلاة شخص واحد بصوت قوي وجميل، لكن الأمر مختلف في الجامع الأموي، إذ تردد المجموعة الأذان بإيقاع فريد في تقليد ممتد على مدار الزمان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله الأذان الجماعي اخترعوه، يقال أنه طلع قول من عهد الصحابي أو من عهد الأمويين. هذا الأذان الجماعي الغاية منه، الأذان الجماعي من شان يوصل لأبعد مدى. ما كان في جوامع حوالي دمشق، كان كله بساتين، ما كان فيها العمار، كان يوصل الغاية منه أنه يوصل أبعد مدى من الصوت. الله في قلبك يا رب. مأذنة العروس، هي مأذنة العروس، كانوا يؤذوا عليها أذان جماعي، أذان جماعي، ويفتوا حول المأذنة. عنا مأذنة الشرقية، مأذنة سيدنا عيسى، يطلع عليها واحد يأذن فردي ويفتل مشان يوصل الصوت بكل اتجاه. وعنا مأذنة الغربية هنا كمان نفس الشيء، يطلع عليها يأذن أذان فردي ويفتل حواليها مشان يودي الصوت بإذن الله تعالى. عليك صلى الله يا ابن عبد الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا سيدي. عليك صلى الله يا ابن عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي، الصلاة والسلام عليك، عليك صلى الله يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك أيها. أنا متعلم من وقت ما كنت صغير، يعني من والدي. أنا كنت أطلع مع والدي على مادنة العروس، كنت ولد يطالعني معه، ما كان في مكبرات للصوت، كانوا يأذنوا بالمآذن يعني، فكنت أطلع، كنت طفل صغير أطلع معه، فلذلك أذان الجوقة يعني معي من الصغر. طبعا أنا ما كنت مؤذن سابقا، أنا جيت الجامعة هون وصرت أصلي بالمسجد سبحان الله. شوي شوي صرت فوت على غرفة الأذان، كان مؤذنين قدامى، الحكي بالتسعين أو 89، 1990 تقريبا، صار حوالي 32 سنة. وشوي شوي سبحان الله تعلمت نغمات الأذان وصرت أذن مع الجماعة. أنا فردي ما بعرف أذن صراحة، مع الجماعة مع الجوقة بقدر أذن مع كل المقامات يعني. دلوقتي معاد موجز لأهم الأخبار مع دينا، تفضل يا دينا. شكرا لك محمد. التهامنا صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله أبو حبيب انتهاء المرحلة الأولى من تصويت اللبنانيين في الخارج بالانتخابات النيابية بنسبة مشاركة بلغت قرابة 59% في العشر دول التي أجريت بها. وأشار أبو حبيب إلى أن عدد المشاركين بلغ 18,225 شخصا من بين 30,929، وذلك لهم حق التصويت في الدول التي أجريت فيها الانتخابات. هذا وبدأت في 12 من منتصف الليل مرحلة الصمت الانتخابي قبل بدء المرحلة الثانية لتصويت المغتربين المقرر لها غدا الأحد في 48 دولة بعد استبعاد أوكرانيا. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المجلس الأمن تكلم بصوت واحد لأول مرة من أجل السلام في أوكرانيا. وأضاف غوتيريش في تغريدة عبر موقع تويتر إن العالم عليه أن يتحد لإسكات البنادق ودعم قيم ميثاق الأمم المتحدة. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا تشمل ذخائر مدفعية وأجهزة رادار. وحذر الرئيس الأمريكي من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كييف بالأسلحة أشرفت على النفاذ، وذلك داعيا الكونغرس إلى رصد مبالغ إضافية. هذا وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع إلى أن الحزمة تقدر بقيمة 150 مليون دولار. بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال اتصال هاتفي طرح الجهود المبذولة لتقديم مساعدات أمنية لأوكرانيا. وأشار البيت الأبيض في بيان أن بايدن وترودو أكدا التزامهما بمحاسبة روسيا على عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وأضاف البيان أن الزعيمين ناقشا خلال الاتصال مشاركتهما في قمة الأمريكيتين المقررة في يونيو المقبل بالولايات المتحدة. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هناك خطابا عدائيا يصدر من بولندا. وشدد بيسكوف على أن وارسو يمكن أن تكون مصدر تهديد لروسيا. وعلى الجانب الآخر قال المتحدث باسم خدمات الأمن في بولندا إن روسيا تمارس حملة تضليل منسقة ضد بولندا منذ عدة أيام تشمل تلميحات إلى أنها قد تشكل تهديدا لوحدة أراضي أوكرانيا، لافتا إلى أن الهدف من الإجراءات الروسية هو خلق حالة من عدم الثقة بين بولندا وأوكرانيا. أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو، اتفقا خلاله على زيادة التنسيق في مجال الأمن. وذكر بيان بريطاني أن الزعيمين اتفقا على ضرورة التنسيق بشكل أكبر فيما يتعلق بتوفير الأمن والدعم الاقتصادي لأوكرانيا على المدى الطويل. وأضاف البيان أن جونسون دعا إلى عدم إجراء أي مفاوضات مع روسيا بشروط تعطي مصداقية لرواية الكرملين عن العملية العسكرية في أوكرانيا. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته استعدادا لمباراة واقص طيف الجزائري في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة في 9 مساء على ملعب الأهلي والسلام. ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في 14 من مايو الجاري في الجزائر. وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد تجاوزه عقبة الرجاء المغربي، فيما تأهل وفاق طيف ذات الدور بعد تخطيه الترجي التونسي. ختام موجز 8 فاصل نعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. النهاردة المحافظات بتشهد انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل، وطبعا كل محافظة بتنفذ حزمة من التجهيزات والاستعدادات المتكاملة للامتحانات دي. وبشكل خاص دلوقتي هنتكلم عن محافظة شمال سيناء اللي جهزت المدارس وخصصت أتوبيسات لنقل الطلبة خلال فترة الامتحانات قبل مواعيد الامتحانات علشان يعني ده يمنع حدوث أي معوقات للطلاب لحضور الامتحانات. معنا دلوقتي على التليفون العميد ده أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء.
صباح الخير عليك يا فندم، ويعني نعرف منك تفاصيل وسائل المواصلات اللي وفرتها المحافظة لنقل الطلاب، وإيه هي المعوقات اللي رصدتوها قبل كده واشتغلتوا عليها السنة دي؟ صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين وعلى أهلينا في شمال سيناء، وكل سنة وحضرتك طيبين. وحضرتك بخير يا فندم. احنا طبعا مع بداية الامتحانات في كل سنة تصدر تعليمات معالي الوزير المحافظ بفتح غرفة عمليات في مراكز المحافظة الستة، تتواصل مع غرفة عمليات المحافظة بالإضافة لغرفة عمليات في مديرية التربية والتعليم. محافظة شمال سيناء احنا عندنا مترامية الأطراف انها 6% من مساحة مصر. احنا عندنا المراكز متباعدة عن بعضها. الدولة دعمت محافظة شمال سيناء السنة دي ب 20 ميني باص مرسيدس. الساعة 33 راكب. ال 20 ميني باص المرسيدس الساعة 33 راكب، معالي وزير المحافظة إدى أولوية لوسط سيناء. ليه؟ عشان المسافات بعيدة. السنة دي طبعًا الأولوية لوسط سيناء، وكل مركز ومدينة في وسط سيناء دعمهم بالمنصات وإداهم أولوية، بالإضافة كمان مواعيد البصات دي إيه؟ وهل مراعيين مواعيد اللجان؟ التنسيق في الموضوع ده عامل إزاي؟ طبعًا إحنا الميني باصات دي عندنا ميني باصات بتتحرك من الحسنة للعريش، وعندنا ميني باص بيتحرك من نخل للعريش، ومن العريش للحسنة، أو من العريش لنخل، وكمان بالإضافة كمان لخدمة المواطنين من السائل لهم ميني باصات بتتحرك للإسماعيلية وللسويس. بالإضافة عظيم. كمان ده أنا بتكلم على الحسنة ونخل بس، ولكن الكلام ده نفس الكلام إحنا عاملينه في الشيخ زويد، نفس الكلام عاملينه في بير العبد، وحركتها بتبقى الصبح الساعة 7 الصبح، بتنقل المواطنين وبتنقل الطلبة للجان الامتحانات بتاعتهم. عظيم. السنة دي مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي لغير المواد المضافة للمجموع اللي هتبدأ إن شاء الله من النهاردة لغاية يوم الثلاث، احنا هتظهر المشكلة دي معانا أكتر، وإن شاء الله بإذن الله دي احنا مجهزين لها الحل في امتحانات الثانوية العامة. امتحانات الثانوية العامة ليها استعدادات مختلفة. احنا عاملين حسابنا في امتحانات الثانوية العامة إن احنا عندنا ضمت لجنة الحسنة على لجنة نخل، فاحنا مدبرين لها الميني باص اللي هينقل الطلبه من مركز ومدينه الحسنه لمركز ومدينه نخل. طب في الايام اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، الايام العاديه اللي هي امتحانات النقل، هيبقى امتحانات الطلبه في اماكنهم. مفيش لجان مجمعه يعني؟ اتفضل يا بيه. بقول لحضرتك مفيش لجان مجمعه دلوقتي. اللجان المجمعه هتبقى فين؟ في الثانويه العامه. اللجان المجمعه في الثانويه العامه. ده عظيم. طيب بالنسبه للاتوبيسات، احنا الناس عارفه من قبلها مواعيد الاتوبيسات. بالنسبه للاتوبيسات احنا مثبتينها، لان الاتوبيسات تم تشغيلها في 25 ابريل اللي فات بمناسبه اعياد تحرير سيناء. فدي كانت اشاره البدء اطلقها سياده المحافظ لتغذيه الوسط ومراكز وباقي مراكز المحافظه بما فيهم الشيخ زويد وبير العبد بالميني باصات، وده كان بالظبط زي تشغيل تجريبي. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه دي احنا دفعنا 10 اتوبيسات، وعندنا 10 تانيين هندفعهم في الاماكن اللي هي هتبقى محتاجه، وبخاصه اذا كانت مع تشغيل ان شاء الله رفح الجديده، وان شاء الله للامطره كمان عشان نخفف على اهالينا في شمال سيناء الانتقال بين المراكز السته او المراكز السته ومحافظه الاسماعيليه. طيب فيما يخص الامتحانات والتنقل، هل في يعني تنسيق مع وزاره التربيه والتعليم او مديريه التربيه والتعليم في المحافظه؟ احنا منسقين مع التربيه والتعليم، هيبقى ده في الثانويه العامه. بالاضافه في الايام العاديه احنا لينا من باصاتنا بتتحرك اعتبارا من النهارده، بتتحرك من الساعه 7 الصبح من والى وسط سيناء. يعني المدرس اللي مقيم في العريش وهيتحرك عشان يروح يحضر امتحاناته، او الطالب اللي مقيم في اللي قاعد في العريش. يعني المدرسين كمان بيستخدموا الميني باصات دي. بيستخدموا الميني باصات. طيب المدرسين والطلب. يعني نقدر نقول ان احنا خلصنا تجهيزاتنا واستعداداتنا وكله تمام على اكمل وجه وما عندناش اي معوقات. لا انا هقول لحضرتك، احنا عشان نجهز الامتحانات احنا بنجهز قبلها لا يقل عن 20 يوم، علشان بنجهز الغرف الدراسيه، بنرفع كفاءة دورات المية، بنرفع كفاءة الإمارة المضافة حوالين المدرسة، كل الاستعدادات دي احنا بنعملها قبل الامتحانات مش أقل من 20 يوم كل سنة. ده عظيم جدا. هنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا سيادة العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، ألف شكر لحضرتك.
نروح لموضوع تاني. محافظة أسوان أعلنت أنه تم حل شكاوى المواطنين عبر تطبيق اسمه عين المواطن، وده بنسبة 100% ضمن مشروع التحول الرقمي في المحافظة. طبعا الشكاوى اللي اتحلت هي شكاوى متنوعة ما بين مخالفات لنظافة، رفع للإشغالات وغيرها كمان. عشان كده معانا على التليفون دلوقتي الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، نتعرف منها على كل هذه التفاصيل عن هذا التطبيق وطريقة التعامل كمان مع المشاكل الخاصة بالمواطنين عبر هذا التطبيق. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا محمد. صباح الخير هديل. صباح الخير يا أهلا أهلا بحضرتك يا فندم. عايزين نعرف منك في البداية طبيعة هذا التطبيق وإزاي بيشتغل، إزاي المواطنين بيبعتوا، إيه أكتر كمان الشكاوى اللي بتيجي عن طريق هذا التطبيق؟ الحقيقة أن مشكلة التجاوب مع شكاوى المواطنين وبالذات المواطنين الإيجابيين اللي بيقدروا يبعتوا لنا كل ما يرسلوه بالقصور وحابين إن احنا نتعامل معاه، كانت بدايتها برسائل الواتساب اللي كانت بتيجي بكثرة على التليفون الشخصي مع الوزير المحافظ، وساعتها وجه بضرورة إيجاد حل إن هو يقدر يوصل التعامل مع هذه الشكاوى بسرعة للتنفيذيين وفي نفس الوقت يبقى في رد فعل للمواطن. فبدأنا على إن احنا حطينا حلين. حل سريع بإن احنا أضفنا أعداد كبيرة من خطوط الواتساب بغرف عمليات المحافظة، والحل الثاني كلفنا مركز شبكات المرافق عندنا في أسوان ومركز التحول الرقمي بإيجاد حل ذكي وسريع ومنجز. الحل ده اعتمد على إن احنا نربط شكوى المواطن أو مشاركته الإيجابية بالموقع اللي بيشتكي منه او اللوكيشن او الجي بي اس لوكيشن، وده عن طريق طريقه سهله ومعظم المواطنين يقدروا يتعاملوا دلوقتي عن طريق الموبايل والموبايل ابلكيشن. فوضعنا خطه حل ان احنا نعمل منظومه جغرافيه كامله بقواعد بيانات متينه وليها واجهه موبايل سهل جدا للمواطن يتعامل من خلالها، ودي كانت اطلاق مبادره او منظومه عين المواطن في 2022، ودي كانت بداية الإطلاق الفعلي. احنا خدناه تحت التجربة حوالي شهرين. المنظومة دي ببساطة بتخلي المواطن بينزل موبايل أبليكيشن على التليفون بتاعه وبيرصد الشكوى بالصورة وبالموقع بتاعه. يعني أنا بتجيلي شكوى المواطن أو مشاركته الإيجابية بيرصد القصور بصورة وبموقع، وده خلاني أنا كمسؤول قدامي خريطة جغرافية سهلة جدا على الموبايل بتخلي التنفيذ يوصل بسرعه لمكان الرصد القصور، ويخلينا كقياده محافظه تقدر بسهوله تقدر تتابع تفاعل الايجابي للمواطن مع الاداره المحليه ومع التنفيذيين على الارض. مين يا دكتور غاده اللي بيتلقى الرسائل من الناس وبيتم بعد كده بقى الاتصال بالجهات التنفيذيه للقيام بالمطلوب في هذه الشكوى؟ هو الجميل في الموضوع ان انا مش محتاجه اتصل بحد. المنظومه دي بتدخل شكوى المواطن او مشاركته مباشره لغرفه العمليات وكمان يعني متصله بغرفه العمليات في المدن والمحافظه. احنا الاداره المركزيه وغرفه العمليات المركزيه في الديوان العام بتبقى شايفه كل غرف العمليات في المدن، وكل مدينه معاها شق او خلفيه للابلكيشن بيبقى شايف الشكاوى جايه له فين، ومسؤول الحي حتى اللي هو اصغر موظف او اكتر واحد مثلا موجود على الارض بيبقى معاه الموبايل بتاعه شايف برضو الشكاوى. يعني انا مش محتاجه اتصل بحد اقول له روح، هو اوريدي بيفتح موبايله كل يوم الصبح بيشوف الشكاوى اللي جايه له كلها ويبتدي يتعامل معاها واحده واحده. وانا كل اسبوع بيجي لي ريبورت من غرف العمليات بنسب التجاوب، انا مش محتاجه حتى ان هو يبعت لي تقرير. سياده المحافظ بيفتح موبايله بيدخل على الابلكيشن بيشوف نسب الانجاز وكمان انواع الشكاوى جايه فين، وبالتالي نقدر حتى نعمل زي توجيه نوع من الاهتمام المركز او الموجه لاماكن معينه اللي ظهر فيها شكاوى بعينها. يعني مثلا رصدنا مثلا ان في قطاع كهرباء كتير مثلا في المنطقه دي، يبقى في مشكله يا جماعه في الكهرباء، فلو سمحت نوجه شركه الكهرباء بايجاد حل جذري للمشكله انها بتتكرر بشكل متكرر نفس المكان ده او نفس الحي ده. عظيم. فده ليه شقين، ان المواطن بيجي له رساله بتقول له انا تلقيت مشاركتك، وبتجي له رساله بتقول له المشكله اللي انت رصدتها او قصور اتحل. طيب ده عظيم جدا. في تفاعل مع المواطن، يعني بنعرفه كمان احنا الرساله وصلت مش مجرد ان احنا بنشتغل على الارض وما بنردش عليه. ده كويس جدا برضو عشان المواطن نفسه يطمن ويفضل كمان ايجابي، يفضل دايما متفاعل مع هذا التطبيق. بالظبط. وده بشكل مميكن بحيث ما يمثلش مجهود على الاداره المحليه في ان هي ترد على كل تجاوب او كل رساله وصلتها. تمام. بشكل مانوال بس. طيب يعني التعامل على التطبيق بقى دكتوره بعد اذن حضرتك لازم يكون المواطن نفسه موجود في المكان اللي فيه الشكوى، عشان حضرتك بتقول لازم يبعت لوكيشن. ده صحيح. فلازم يكون موجود بالفعل على ارض الارض اللي فيها المشكله.
هو الشكوى عاده بتبقى من مكان حوالين مكان اقامته او مكان هو بيتواجد فيه بشكل متكرر. فده مخلي اولا المشاركه بتجيني فيها نسبه مصداقيه عاليه جدا، يعني الشكاوى مثلا هي ممكن تكون فيها نوع من عدم الدقه هتقل، يعني هي موثقه بالصوره وباللوكيشن بالظبط، يعني بوجه المجهود بتاع الانتديين للمكان الفعلي اللي فيه شكوى، والصوره اللي بيبعتها طبعا بتدل على مدى مصداقيه او مدى حجم الموضوع اللي المفروض يتعامل معاه المسؤول اول ما يروح، يعني لما يروح بيبقى عارف هو المفروض يروح معاه ايه ادواته. طيب دكتور غدا، ازاي تم توعيه الناس بالتعامل مع التطبيق ونقول لهم اصلا انه في تطبيق، واحنا طول الوقت الناس يمكن بتسمع مصطلح التحول الرقمي، وازاي ده يساعدنا ان احنا يعني نوصل لموضوع التحول الرقمي؟ احنا استخدمنا اكثر من طريقه، طبعا منها الدعايه له من خلال تغطيه الاخبار بتاعت المحافظه، ومن خلال كل المراكز التكنولوجيه المتوزعه على طول المحافظه بنحط بوسترات عليها الكيو ار بتاعها، وبنحاول نوعيهم كل اللي داخل الموقع او داخل الوحدات المحليه او في الاماكن العامه اللي هي فيها جزء او شق حكومي بيلاقي الكيو ار بتاع الابلكيشن يقدر يصوره وبيعمل داونلود الابلكيشن ويشتغل عليه. عظيم. طيب دكتوره، ايه ابرز المشاكل اللي جات لكم عن طريق هذا التطبيق، وهل هي شكاوى من المدن ولا اكثرها من القرى؟ هي شكاوى، احنا لغايه دلوقتي فعلنا في ال 10 مدن في اسوان، احنا بدانا بمدينه اسوان لمده شهرين، وبعد ما نجحنا الحمد لله بشكل كامل في ان احنا ندير المنظومه وان احنا نتابعها نوزعها نعممها على باقي المدن. اكثر شكاوى اللي كانت جايانا، ودي ميزه الابلكيشن ده، انه احنا مصنفين شكاوى حتى شكاوى البنى بدون ترخيص، حتى شكاوى التعديات، كل الكلام ده موجود، حتى شكاوى الاخلاقيه تسول او شكوى مرور او كل اي قصور باي شكل من الاشكال تم عمل حسابه في الموبايل ابلكيشن ده، وده مخلينا شايفين حجم ممكن اي تحدي او معوق. يعني الشكاوى بتدخل مصنفه كمان على التطبيق ده؟ طبعا وعلى السكرين، انا يعني لو نقدر نشوف السكرين بيديني تصنيف، انا مثلا التوتال بتاعي مثلا 300 شكوى، طب 300 دول متوزعين ايه؟ مثلا انا مديني رقم واحد طبعا في الشكاوى الجايه، مثلا مخالفات مضافه، اي حد بيشوف اي مخالفه في اي حته قبل ما يرفضها التنفيذي بتجي لنا، فده مخلي وثير في التعامل مع ملفات النظافه بشكل اسرع كتير، ومع حلها بالسرعه ده بيزيد تفاعل الناس مع الابلكيشن. بالظبط كده، بالظبط كده. طيب هو دكتور، المواطن يشوف تغيير، فده مخليه عنده مصداقيه في الابلكيشن، واحنا بنعلن اعلنا بعض تقارير الاداء عشان برضه نوصل للمواطن ان احنا سامعينك واحنا شايفينك، وادي شكوى ايه بتاعتك اللي وصلت، اللي ما جربوش قبل كده تعالى جربه وشوف، لان ده بيساعدنا، يعني هو احنا مش بس بنهمنا المواطن يبقى راضي، لا، هو المواطن الايجابي اللي بيشارك وبيبقى بيشارك بايده في تغيير حلو بيحصل حواليه، هو ده مستهدفنا، ونتمنى ان كل الناس تحاول تعمل زيهم. طيب دكتور غدا، احنا بنوقف بعد عدد معين من الشكاوى ونشتغل على الشكاوى اللي موجوده وما ناخدش جديد غير لما نخلص اللي موجود، ولا الاليه بتكون ايه؟ لا يا فندم، الشكاوى طبعا مفتوح، بس هو المفروض التعامل معاها بيتم لحظي يومي، يعني الشكوى لما بتقعد اكثر من 24 ساعه بيديني انا الارم ان في شكوى اتاخرنا في التعامل معاها. في التعامل على الارض، ولا حضرتك تقصدي الرد؟ لا، التعامل على الارض، ما هو الرد بيبقى بالتعامل. انا ما بردش ردود دبلوماسيه، احنا بنرد، بيجي للمواطن بعد ما يجي التنفيذي يقول لي انا خلصت، وبيبعت لي صوره ان هو نفس الزاويه اللي اتصور منها زاويه اتصلحت، بنقول خلاص، بنبعت للمواطن تم حل شكوتك. صحيح. لو ما حصلش التجاوب ده خلال فتره معينه، بعض الشكاوى بتحتاج وقت اطول شويه زي مشاكل البنيه التحتيه، لو اي مشكله صرف او مشكله ميه والحوايج معفنها، دي بتحتاج مثلا ممكن اكثر من 24 ساعه للتنسيقات، لكن ما عدا ذلك المفروض ان في وقت لكل شكوى، انه لازم يبقى فيها تجاوب من الوحده المحليه. عظيم. طيب دكتور، الحين ما الناس كلها تفهم طبيعه الابلكيشن ده او التطبيق ده، ممكن حد يساعد حد في تقديم شكوى، ولا لازم كل واحد يكون ليه الاكونت الخاص بيه، الحساب الخاص بيه، فيقدم شكوى ليه هو بس برقم بطاقته هو بس؟ هو الشكوى مربوطه، احنا عشان نعمل نوع من البرايفسي برضو للمواطنين، هي الشكوى بس برقم التليفون، على اساس ان احنا بنبعث له الاس ام اس بالتفاعل معاه، يعني بنبعث له رساله باستلام الشكوى، رساله بانه تم حل الشكوى، او بنوجهه مثلا انه يجي يشرفنا في الوحده المحليه لو الموضوع استدعى، يعني للشكاوى المختلفه زي مثلا لا اقصد يا فندم، يعني انا لو ليا جار مثلا مش عارف يتعامل مع الابلكيشن، ينفع انا اقدم له شكوى برقم بطاقته هو ورقم تليفونه هو؟
ممكن طبعا لو انا راصد نفس الشكوى مفيش مشكله. تمام ده عظيم جدا. احنا بنشكر حضرتك يا فندم، شرفتينا ونورتينا دكتوره غاده ابو زيد نائب محافظ اسوان، شكرا جزيلا ليك. دلوقتي مشاهدينا الكرام هنسيب حضراتكم وفاصل ونرجع من بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايما مستنيين. احنا مكملين مع حضراتكم اخبارنا الرياضيه، واحنا النهارده طبعا هيكون معادنا مع مباراه حماسيه هتجمع ما بين النادي الاهلي وفريق وفاق سطيف الجزائري في جوله الذهاب من نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. يا ترى الاهلي هيعملها ويتاهل للنهائي الثالث على التوالي، ولا وفاق سطيف ممكن يعطل هذه المسيره الافريقيه الاستثنائيه للمارد الاحمر؟ ايه الفرص بالنسبه للفرقتين، وهل هي فرص متكافئه؟ مين يمتلك الاوراق الفنيه القويه اللي يقدر بيها يسيطر على المباراه؟ نقاط القوه والضعف عند كل فريق، كل ده هنعرفه بالتفصيل من الناقد الرياضي اللي بنسعد بوجوده معانا النهارده في صباح الخير يا مصر، الاستاذ طارق رمضان. صباح الخير عليك يا استاذ طارق. صباح الخير كل سنه طيبين. صباح الخير يا استاذ طارق. بنتكلم عن تاريخ الى حد ما متكافئ من الفرص ما بين الفرقتين، الا انه الاهلي تغلب في 2018 على وفاق سطيف، ويمكن ده خلانا نفك شويه عقده وفاق سطيف ودايما بنقابلهم في نص النهائي. طب اقول لك على حاجه بسيطه جدا، يعني ايه 2018 حاجه تفاصيلها حاجه و2022 تفاصيلها حاجه، الفرق كلها بتتغير، الاهلي بيتغير وفاق سطيف بيتغير، طرق اللعب بتتغير، فبالتالي احنا رايحين على طريقه جديده، فريق جديد بيلعب بشغل جديد تاني، لعيبه اقوى، طرق اللعب بين الفرقتين اتغيرت، فالمباراه النهارده مش هتبقى زي 2018، هتبقى مختلفه شويه. الاهلي طبيعي ليه افضليه الارض والجمهور باعتبار ان دي مباراه الذهاب، في شوط تاني هيبقى في الجزائر يوم السبت اللي جاي، ودي المباراه بتبقى الاصعب شويه. في كره القدم اللي احنا بنشوفها في العالم ما بتعترفش دايما باسبقيه الفوز، يعني النهارده الاهلي هيفوز على وفاق سطيف طبيعي، ارضه جمهوره تفاصيله كلها، لكن الاصعب في مباراه العوده. احنا في ابطال اوروبا شفنا بين الفرق وبعضها يبقى فايز 4-3 فالفرقة التانية تعمل ومنتدى عليه وفي الماتش الإياب وتفوز وتقصيه، وفي فرق بتبقى ضامنة خلاص إن هي وصلت ففجأة بتلاقيها اتغلبت وطلعت في آخر دقيقة، فبالتالي الفرق البسيط اللي بيننا وبين أوروبا في المباراة ديت إن في أفضلية للهدف اللي بيحرز خارج الأرض، أوروبا لغت ده، إحنا لسه في أفريقيا ما لغيناش. التفاصيل الصغيرة اللي ما بين الأهلي وما بين وفاق سطيف النهاردة هي اللي هتحسم المباراة، يعني النهاردة طرق اللعب المختلفة، في تفاصيل داخل الماتش طوال 90 دقيقة، دي اللي هيفرق ما بين أداء وفاق سطيف وما بين أداء الأهلي. الأهلي عنده رغبة أنه هو يحسم المباراة والمباراتين من الأول، يعني أكيد عنده رغبة، لكن هو قادر؟ ده السؤال. لا هو قادر من ناحية هو قادر بس بشرط ان هو يكون عالج الأخطاء اللي بيقع فيها دايما في كل المباريات القوية أو الكبيرة، بمعنى زي ما أنا بقول لك كده تفاصيل صغيرة، بمعنى إيه؟ لازم يبقى عندي تحرك ما بين اللاعبين داخل الملعب، لازم التنظيم داخل الملعب يبقى شكله كويس، واقف صح، الباص اللي هو بيتقطع منك لازم تكون عالجته، الرجوع في الهجمات المرتده اللي هيلعب عليها وفاق سطيف لازم تبقى اكتر، تكليفات خط النص اللي هو مساعده الاجناب، غياب السوليه بقى هياثر علينا؟ لا غياب السوليه هو طبيعي، اي لاعب وهيتم تعويضه بمين؟ اي لاعب هيبقى غايب عن النادي الاهلي ما ينفعش اقول عليه ان هو ايه خلاص الاهلي كده، تبقى دي اهانه للاهلي، يعني بمعنى السوليه غاب اكيد في بديل، عندك بديل مره واثنين وثلاثه، يعني النهارده قفشه ممكن يكون بديل، حمدي فتحي هيبقى بديل، اليو ديانج هيبقى بديل، عنده عبد القادر، يعني عنده لعيبه بتلعب الدور الهجومي والدفاعي بيبقى اكيد مجهزه، لان هو مش ضامن ان السوليه يبقى معاه طول الوقت، لكن هي المشكله مش في غياب لاعب. طب من وجهه نظر حضرتك البديل المناسب للسوليه يعني؟ لا هو النهارده يلعب مجدي قفشه جنب اليو ديانج جنب حمدي فتحي، بس قفشه في الدور الدفاعي خاصه هو هيبقى عليه عبء مساعدة علي معلول أحيانا، مساعدة محمد هاني أو كريم فؤاد أحيانا، الدور الدفاعي بالنسبة لمجد قفشة هيبقى كبير النهاردة. ليه؟ لأن وفاق سطيف من الفرق اللي بتلعب كرة سريعة وعلى الأرض وبتهاجم بالأجنحة من الجناب، كمان عندها المهاجم الوهمي أكتر من المهاجم الصريح، هو موسيمان النهاردة هيلعب 4-3-3، يعني ما عندوش خيار ان هو يلعب 4-2-3، لا هيلعب 4-3-3 عشان يأمن دفاعاته ويستغل الأجنحة بتاعته
اللي هي المفروض تبقى سريعه في تهديد مرمى وفاق اسطيف او في الرجوع كمان. الارتداد بقى ما هو التحول هنا اللي احنا بنتكلم عليه، التحول من الدفاع للهجوم بسرعه، ديت اللي هتدي لك افضليه. اتنين، انت لازم تنتهز انصاف الفرص اللي هتجي لك. ثلاثه، لازم تستغل سرعتك بشكل كويس، الحركه الدائمه اللي انت بتتحركها داخل الملعب، ودي مشكله عندنا في اللاعب المصري، هو ما بيتحركش كتير، طالما الكره مش معاه بيفضل واقف مكانه، او التحرك بتاعه بيبقى بطيء، معنى ايه؟ ان هو بيتمشى، ما بياخدش مكان صح، ودي مشكله في مش هتلاقيها عند الاهلي، هتلاقيها عند كل الفرق المصريه تقريبا. ما عندناش ثقافه التحرك بدون كوره، ما عندكش ثقافه الحركه السريعه. عشان كده اما ببص لماتش مثلا ريال مدريد مع مانشستر سيتي، ليفربول مع فياريال الاسباني، كل ده بتلاقي حاله حركه دائمه مستمره داخل الملعب. ليه؟ عشان يبدا يهز الدفاع، ياخد له مكان. اخذ المكان والوجود فيه بطريقه مهمه جدا، ده اللي بتفرق بين لاعب ولاعب. يعني انت بتجيب مهاجم بتدفع له ملايين، بيبقى بس عشان بياخد خطوه في المكان المناسب يقدر يحرك دماغه ويجيب جون. لكن احنا عندنا مشكله الحركه قليله، مشكله التحرك في المكان المناسب. يعني مثلا احمد عبد القادر النهارده لو لعب من اول المباراه عنده مشكله بسيطه، ان هو اناني، يعني بيحب نفسه اكتر من الفرقه، فعايز دايما انه يمر شويه، اما يمر عايز يروح يجيب جون، في حين ان هو لو عمل باص هيجيب جون او فتح لزميله هيجيب جون اكتر. دي مشكله لازم انت تعالجها كمدرب. كمان التسليم والتسلم، عندك زي ما احنا بنتكلم دايما في ماتشات الاهلي، عندك في مشكله الخروج بالكوره بشكل كويس، الظهور للزميل بتاعك، العرضيات اللي احنا بقالنا مثلا بنتكلم، العرضيات دي انا بتكلم فيها بقالي 5 سنين بتكلم جد، في المنتخب والاهلي والزمالك الكره العرضيه اللي عليك مهدده ليك ان هي تبقى فرصه جون سواء ثابته او متحركه، والكره العرضيه اللي انت بتعملها ما بتتظبطش لما تطلع بعيده، ما عندكش حد يستغلها. لا، اما تطلع بعيده قوي او ما تجيش في المكان المناسب او المهاجم ما خدش الخطوه المناسبه. يعني مثلا محمد هاني ما يجي يرفع عرضيه لازم المهاجم يبقى زي ما بنقول ايه رابط معاه، انا هاخد الخطوه دي فتلعبها. عندهم اشارات كمان بيعملوها لبعض عشان كده الاهلي مثلا في الخطه الجديده بتاعته هيجيب مطوري هجوم، مطورين يعني مدرب متخصص في ايه، في تدريب المهاجمين ازاي يستقبل العرضيه، ازاي يبقى واخد المكان المناسب، وهيجيب مدرب خاص بالمدافعين، لان انت برضه عندك مشكله في التمركز. النهارده بكره واحده اللي هي بتجيلك من ناحيه اليمين او ناحيه اللي هو شمال علي معلول، الاهلي اتحط فيه جوان واتضرب بيها اكتر من 5-6 مرات. فبالتالي انت محتاج تجيب حد يبقى متخصص المدافع يقف ازاي، هل هو يضم على زميله فيسيب. لو بصيت للماتش الرجاء هتلاقي محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ضموا على بعض، فاللاعب جاي لوحده معلش القبه بيحط الكره في شوارع زي ما بيقولوا بالظبط. فديت التفاصيل اللي احنا بنتكلم عليها ما بين الاهلي وما بين وفاق سطيف. وفاق سطيف فلسفته النهارده اطلع باقل الخسائر، طلعت تعادل، ويمكن كمان بيلعب بطريقه وفاق سطيف دفاعيه الى حد كبير، بس بيلعب هجمه مرتده كويس. يعني عنده سرعات كويسه وبيقدر لما يستحوذ على الكوره يقدر يوصل لمنطقه الجزاء او منطقه ال 18 باقل عدد من التمريرات، فده هيهدد النادي الاهلي. لكن هو عايز النهارده قدام جمهور الاهلي على الارض قدام فرقه قويه هو عارفها كويس، عايز ان انا اشدك بقى المباراه الثانيه، فهطلع باقل الخسائر الممكنه، اتغلب 1، اتغلب 2-1، اتعادل، ممكن افوز. فبيبقى برضو هو عايز يشدك للماتش الثاني. لكن هو موسيماني النهارده مطالب انه ما يستقبلش اي اهداف. صحيح. ودي برضو صعبه جدا بالنسبه له، ان انا مش هستقبل اهداف واحرز اهداف. طب لو المباراه طلعت 0-0 هنعمل ايه؟ وهنا بقى اللي هو ايه؟ اللي انا لازم استنى الشوط الثاني، انا ما بقسمش ما باخدش المباراه ان هي دي شوطين وخلصت او شوط هناك، لا عندي شوط ثاني. ممكن الاهلي يبقى النهارده شكله مش كويس، لكن في المباراه الثانيه ممكن يبقى شكله افضل. طب واحنا بنتكلم عن التشكيل النهارده هو عنده مشكله طبعا ان عمرو الصلاه خرج، محمد عبد المنعم خرج، فطبعا اكيد هيلعب ايمن اشرف، جوار، ياسر ابراهيم. يبتدي ببيرسي تاو ولا لا؟ لا ده لازم. بيرسي، بصي بيرسي تاو هو لاعب سريع، عنده مشكله بسيطه بس اللي هو ما بيقدرش ينهي الهجمه بطريقه كويسه. يعني ممكن يبقى رايح انفراد وهو والجون يضيعها،
ممكن لكن هو لاعب سريع هو لاعب مهاري لكن عنده مشكله كمان ان هو لاعب ما ينفعش تلعب له عرضيه عاليه، لازم تبقى العرضيه جايه على الارض. علاج اخطاء بيرسي تاو لازم يتحط له برنامج تاهيلي هيلعب النهارده يلعب النهارده، يعني هو هيلعب احمد عبد القادر وبيرسي تاو وحسين الشحات، او ممكن يلعب محمد شريف وبيرسي تاو وحسين الشحات، او ممكن يخلي حسين بره ويلعب احمد عبد القادر، لانه هو مش هيقدر يستغنى عن بيرسي تاو قوي. يعني طموحنا ان هو بيرسي تاو ده بالنسبه للنادي الاهلي بيبقى ناقص لعيب، لانه ما بيرجعش كتير، لو رجع وجات له كوره بيضيع اهداف سهله، ودي مشكله بالنسبه له. لكن هي المشكله ان موسيماني بيحطه في دور مش بتاعه، ولا المشكله فين؟ يعني هو مش مهاجم صريح، هو المفروض جناح. بيرسي بيلعب دايما تحت راس الحربة او الثالث بالنسبه ل 4-3-3. بص مشكلتنا احنا ان احنا دايما بنجيب لاعب نقول له ايه انت هتلعب في المكان ده، لو غيرت المكان السيستم بتاعه بيضرب. يعني مثلا مجدي قفشه اقول له انت هتلعب في المكان ده تبقى صالح، لو خليته جناح شويه ما بيقدرش يؤدي. اللاعب المفروض دلوقتي كل اللاعبين بيأدوا كل الادوار في كل الاماكن، انا جايب لاعب مفروض هلعبه يمين، هلعبه شمال، هلعبه صانع العاب، هلعبه تحت راس الحربه، هلعبه راس حربه وهمي، او ممكن العبه في لعبه تبقى متميزه في مراكزها برضو، يعني مش من المستحب ان انا اغير المركز. انا معاك في المركز، بص انا معاك في المركز الطبيعي اللي انا جايبه فيه، لكن النهارده انت باصص على محمد صلاح مثلا، محمد صلاح كان بيلعب مهاجم. هو حتى في اخر تصريح لي قال لك الناس بتفتكرني مهاجم لكن انا بلعب جناح. ليه؟ لان التحرك بتاعه مره بيبقى فجاه ليه مهاجم فيؤدي دور المهاجم. دي كره القدم الحديثه. النهارده انا جايب بيرسي تاو، لو حطيته راس حربه هو مش راس حربه صريح، هتلاقيه هو طبيعي بيقوم بدور ان هو يبقى راس حربه وهمي اللي هو بنسميه الشادو، او ان هو بيجي دايما ياخد الكره من تحت، مش شرط ان هو يقف لي في الصندوق زي محمد شريف. ما محمد شريف مشكلته حاجه من لما يلعب جناح اللي هو بيلعب جناح شمال يأدي برضه بشكل كويس، لما يلعب براس حربة مش وظيفة راس الحربة في الكرة الحديثة انه يفضل واقف في الصندوق يستنى الكورة. لا هو في حركة في الكورة زي ما احنا بنتكلم على مجدي قفشة مركز 10. لو بص لو اطلعت على اخر تقرير عمله خبراء الكورة في بطولة الأمم الأفريقية اللي احنا طلعنا فيها في المركز الثاني، ما بيتكلموا قال لك مركز 10 تكليف لاعب واحد بيه، ده انتهى من الكرة الحديثة. مركز 10 ده بيقوم بيه كل لاعب في خط النص بيلعب في المكان، فانت ممكن تلاقي نفسك مركز 10، ممكن تلاقي نفسك مركز 8، ممكن تلاقي نفسك فجاه بقيت مهاجم. المشكله في اللعيبه المصريه ان هي ما بتحاولش دايما تلعب اكتر من مركز، هي انت جايبني العب في المركز ده فانا خلاص خلاص اتسمت عليه. طيب. غيرتني ما اقدرش اديلك. طب ما ده مشكله بالنسبه للاعب ومشكله بالنسبه للفريق بكل تاكيد. يعني هدف النادي الاهلي في المقام الاول انه ما يستقبلش شباكو اي اهداف في المباراه دي طبعا عشان ما يتحسبش زي ما احنا عارفين في افريقيا الهدف بهدفين، وطبعا يفضل بكل تاكيد انه يجيب اهداف في هذه المباراه. المنظومه الدفاعيه للنادي الاهلي عامله ايه؟ واحنا بقى لنا فتره بنشوف لعيبه النادي الاهلي بترجع دايما للشناوي، هل ده يعني تكتيك المباراه ماشي كده ولا عدم قدره على الوصول بالهجمه لنص تاني من الملعب؟ لا هو بص حارس المرمى بقى ليه ادوار منها صناعه اللعب. يعني حارس المرمى زمان كان يمسك الكوره ويبص، دلوقتي حارس المرمى ده احيانا بيلعب دور الليبرو واحيانا بيلعب دور صانع الالعاب، فهتلاقي ان انا لما برجع الكوره لان الفرقه مقفله بحاول اسحب الكوره فدايما برجعها لحارس المرمى، عشان كده بيتم تدريب حراس المرمى على انه ازاي يلعب برجله. يبقى لاعب مش مجرد حارس المرمى، لان هو في الاصل لاعب، هو كل الميزه اللي عنده انه بيمسك الكوره في منطقه 18 دي الميزه، لكن في الاصل لازم يعرف يلعب برجله. فما برجع للشناوي ببدا احاول اخليه هو يبدا يصنع اللعب. النهارده كان في غياب لعبد المنعم تقريبا. محمد عبد المنعم مش هيلعب النهارده، هيلعب مكانه ايمن اشرف جنب ياسر ابراهيم، فبالتالي الرجوع لحارس المرمى محاوله لفتح ثغرات، بس بشرط حارس المرمى يجيد التصرف ويجيد صناعه اللعبه. بمعنى ايه؟ ان هو دايما عينيه هو اللي هو لو شايف ان لو لعب الكره الطويله هيقدر يصنع خطوره ولا يباصي لحد زميله يبدا يصنع يبدا الهجمه، ديت بتبقى تدريبها حراس المرمى. هو ما بيرجعهاش لما بيكون حاسس ان الفرقه اللي قدامه قافله دفاعاتها والفرصة متاحة لحارس المرمى ان هو يبدا الهجمه افضل منه، لكن الرجوع لحارس المرمى مش عشوائي، لو اتعمل عشوائي يهدد
هتلاحظ ان في ماتش بيراميدز اللي هو الاهلي اتغلب فيه تراوري جايب الجون من خطا استقبال من محمد الشناوي واستقبلها بشكل غلط. فبالتالي لازم حارس المرمى يبدا يلعب احيانا ادوار زي ما احنا بنتكلم بقى على ايه هو دوره حارس مرمى. في حراس مرمى ما بتعرفش تعمل ده يعني ما ترجع لها الكوره بتعتمد على التشتيت اللي هو ايه الشناوي في الاول كان كده لكن دلوقتي هو بيثبت الكوره ويبدا ياخد خطوه صحيح. واحيانا يلعب دور الليبرو ما الكوره تبقى سريعه ما فيش خلاص المهاجم منفرد فبيطلع يقطع الكوره. دي مهام جديده لحراس المرمى لكن التشتيت والعشوائيه اللي ممكن يعملها ممكن يهدد الفرقه لو انا هو ما بيعرفش يلعب برجله فرجعت له الكوره ممكن يغلط ممكن الكوره تعدي من تحته ممكن الكوره تخبط في رجله وتسبقه يبقى في مهاجم سريع ياخدها منه. فلازم يبقى المدافع متاكد تماما ان حارس المرمى بتاعه بيقدر يلعب العاب اللي هي ان هو يبقى بيبدا هجمه مستقبل الكوره كويس لعيب زيه زي اي لاعب موجود في الملعب زيه ما هو في الاخر لعيب زي بس الفرق بينه وبينه ان هو حارس مرمى بيمسك كوره في منطقه 18. استاذ طارق مساله انه نجيب لعيبه موسيماني يجيب لعيبه وبعدين يستبعدهم حصل ده مع حسام حسن في ماتش الترجي وبعد كده محمد محمود ودلوقتي بيجيب منكوسوني فايه اللي بيحصل؟ بصي انا الجمهور دايما متعاطف مع اللعيب بمعنى ايه؟ حسام حسن لازم يلعب ويبدا يضغط على المدير الفني. في مديرين فنيين بيلعبوا لعبه الذكاء مع الجمهور اللي هو ايه؟ انت عايز مين؟ انا عايز حسام حسن يلعب فبلعبه ماتش بحرقه على الجمهور. انت شايف ان موسيماني بيمشي بالطريقه مشاكله. دي؟ محمد محمود لعب الماتش اللي فات فعمل ضرب جزاء وجه الاهلي جاب منها جون في ماتش الطلائع او ادى بشكل كويس. ده القدرات دي المدير الفني ممكن يبقى حاسبها ايه؟ ده لان انا محتاجه في ماتش الطلائع. لكن ماتش زي وفاق سطيف انا هختار العناصر اللي هتحقق لي الاهداف مش شرط ان انا هستبعد حسام حسن واعتمد على محمد يبقى حسام حسن وحش. لسه حسام حسن على فكره كلام محتاج يخش سيستم النادي الاهلي. حسام حسن الى الان ما دخلش السيستم بتاع النادي الاهلي. لعب ماتشات الرابطه وكان ممكن يخش اللي هي كاس الرابطه ويخش السيستم. لعب ماتشات حتى المهاجم انا دايما معتقد المهاجم اللي هو مهاجم بتقل الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي مهاجم قوي بيثبت نفسه حتى لو من دقيقتين اتنين يبدا حتى يمكن موسيماني بيقول كده برضه لكن ما ثبتش بديله فرصه ثانيه وثالثه وفي الاخر هو اللي بيفرض نفسه او بيستبعد نفسه مش حكايته ان هو استبعد النهارده محمد محمود او حسام حسن من المباراه ان هو لا هو محتاج عناصر معينه لان ممكن الاثنين ما ينفعوش في طريقه اللعب بتاعته اللي هو يلعب بيها النهارده اللي هي 4-3-3 لان حسام حسن لاعب صندوق هو مش عايز لاعب صندوق عايز لاعب يبقى صندوق لاعب يبقى جناح. طيب كده محمد شريف هجوميا هيعمل ايه؟ ما هو برضه الاهلي زي ما حضرتك قلت كده عنده مشاكل هجوميه. لا ما هو هجوميا هو هيبدا من اول ماتش ضاغط على الوفاق. هو الاهلي هيبقى عايز يحرز هدف في الاول وهيبدا ضاغط على الوفاق بمين؟ ويبقى ما هو هيبقى عنده الثلاثه اللي قدام عنده احمد عبد القادر عنده محمد شريف عنده ميرسي تاو او عنده حسين الشحات وعنده ميرسي تاو وعنده عبد القادر او عنده محمد شريف وممكن يبقى محمد شريف واحمد عبد القادر وحسين ويقعد ميرسي بره وعنده الثلاثه اللي تحت منهم اثنين بيجيدوا الهجوم اللي هو قفشة وأليو ديانج مع الأدوار الدفاعية اللي هيعملها حمدي فتحي وحمدي فتحي على فكرة ممكن يلعب بالدورين يعني هو هيبقى ضاغط على وفاق سطيف بالطريقة دي على شرط ان هو في حالة الارتداد لازم يبقى أسرع ويمنع وفاق سطيف من السيطرة على الكرة. خلي بالك منع المنافس من السيطرة على الكرة لوقت طويل جداً دي مهارات لازم تقطع منه الكوره ولازم تاخد منه الكوره وما تاخد منه الكوره لازم انت تبقى مسيطر وعارف ازاي تخترقه بكرات معينه. لكن هي المشكله بقى لو سابه فاق سطيف ياخد الكره منه ويبدا يهدد ويكسب ارض ويبدا يهدد مرمى دي مشكله. ليه؟ لان هو عنده اخطاء دفاعيه لازم يبقى واخد باله منها. التحول من الهجوم من الدفاع للهجوم لازم يبقى اسرع ما تسيبش. بص زي كده ليفربول مع فياريال لو بصيت على طريقه لعب فياريال هتلاقيه هو وفاق سطيف فلازم انت تبقى باصص على التحول ان شاء الله التحول. ان يكون ليفربول التحول وخاصه ماتش العوده ازاي فياريال هدد ليفربول بجونين في اول 10 دقائق ليفربول رجع صحيح. بس انت قدراتك انت لكنه عاد مره ثانيه لانه نادي كبير وان شاء الله ده اللي احنا مستنيينه من النادي الاهلي ان هو يحسم ان شاء الله لا ان شاء الله النهارده الاهلي ان شاء الله باذن الله من مباراه الذهاب باذن الله. بنشكرك شكرا جزيلا استاذ طارق عمار الناقد الرياضي شرفتنا ونورتنا في صباح الخير. شكرا
دلوقتي مشاهدينا نسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الاخبار مع دينا. تفضلي يا دينا. شكرا لك هدير. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله أبو حبيب انتهاء المرحلة الأولى من تصويت اللبنانيين في الخارج بالانتخابات النيابية بنسبة مشاركة بلغت قرابة 59% في 10 دول التي أجريت بها. وأشار أبو حبيب إلى أن عدد المشاركين بلغ 18225 شخصا، من بينهم 30929 لهم حق التصويت في الدول التي أجريت فيها الانتخابات. هذا وبدأت في 12 من منتصف الليل مرحلة الصمت الانتخابي قبل بدء المرحلة الثانية لتصويت المغتربين المقرر لها غدا الأحد في 48 دولة بعد استبعاد أوكرانيا. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن مجلس الأمن تكلم بصوت واحد لأول مرة من أجل السلام في أوكرانيا. وأضاف غوتيريش في تغريدة عبر موقع تويتر إن العالم عليه أن يتحد لإسكات البنادق ودعم قيم ميثاق الأمم المتحدة. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا تشمل ذخائر مدفعية وأجهزة رادار. وحذر الرئيس الأمريكي من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كييف بالأسلحة أشرفت على النفاد، داعيا الكونغرس إلى رصد مبالغ إضافية. هذا وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى أن الحزمة تقدر بقيمة 150 مليون دولار. بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال اتصال هاتفي الجهود المبذولة لتقديم مساعدة أمنية لأوكرانيا. وأشار البيت الأبيض في بيان أن بايدن وترودو أكدا التزامهما بمحاسبة روسيا على عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وأضاف البيان أن الزعيمين ناقشا خلال الاتصال مشاركتهما في قمة الأمريكيتين المقررة في يونيو المقبل بالولايات المتحدة. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هناك خطابا عدائيا يصدر من بولندا. وشدد بيسكوف على أن وارسو يمكن أن تكون مصدر تهديد لروسيا. وعلى الجانب الآخر قال المتحدث باسم خدمات الأمن في بولندا إن روسيا تمارس حملة تضليل منسقة ضد بولندا منذ عدة أيام تشمل تلميحات إلى أنها قد تشكل تهديدا لوحدة أراضي أوكرانيا، لافتا إلى أن الهدف من الإجراءات الروسية هو خلق حالة من عدم الثقة بين بولندا وأوكرانيا. أعلنت اليابان ووسائل إعلام كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا. وأوضح جيش كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت قذيفة قبالة ساحلها الشرقي. يأتي ذلك بعد أن تعهدت بيونغ يانغ بتطوير قواتها النووية بأسرع وتيرة ممكنة. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادا لمباراة وفاق سطيف الجزائري في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة في 9 مساء على ملعب الأهلي والسلام. ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في 14 من مايو الجاري في الجزائر. وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد تجاوزه عقبة الرجاء المغربي، فيما تأهل وفاق سطيف لذات الدور بعد تخطيه الترجي التونسي. ختام موجز 9، فاصل نعود لحضراتكم ونعود مرة أخرى لصباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. فنانة عراقية رسمت العديد من الجداريات الملونة بألوان زاهية في كل شوارع العاصمة بغداد، وتشمل هذه الجداريات صورا لرسامين وشعراء، وده بهدف زيادة معرفة السكان بالشخصيات اللي ميزت المجتمع العراقي، بالإضافة لكمان تجميل المدينة. هذه الجدارية وغيرها من الجداريات التي تبدعها الفنانة العراقية
والأستاذة في كلية الفنون الجميلة وجدان الماجد تهدف إلى تجميل العاصمة بغداد وزيادة معرفة الناس بالشخصيات التي ميزت المجتمع العراقي، وذلك حسبما تقول وجدان نفسها. وقالت وجدان إن بعض الشخصيات على الجداريات لم تكن معروفة لدى عامة الناس، موضحة أن لوحاتها تثير الفضول. احنا قبل كنا نسوي معرض ونأثر بالفنان، نأثر بالطالب، لكن هسه بدأ تأثير عام للمجتمع ككل، فبدأ يشتغل على الشخصيات اللي أكثر عمق يعني وأكثر تأثير يعني، واللي هي مهملة من بعض الشخصيات، مو من الكل يعني، بعض الناس العامة بالنسبة لهم مجهولة، فبدأوا يسألون منو هاي الشخصية، منو هاي كذا. وأضافت وجدان ماجد أنها أكملت بالفعل نحو 15 لوحة جدارية في بغداد في إطار مبادرة أمين بغداد لتجميل المدينة، مشيرة إلى أن رسم كل منها يستغرق نحو 4 أيام حتى يكتمل. وبدينا أيضا بعض شخصيات علي الوردي، ماكس فيبر، بيكاسو، جواد سليم، يعني كان هو يختار شخصية عراقية وشخصية عالمية وشخصية عراقية وشخصية عربية، لأنه ما يحب يكون يعني وعي الفرد العراقي محصور بالعراقية فقط المحلية فقط، وإنما يريد ينتشر للعالمية، فاشتغل على الوعي المعرفي للفرد العراقي. وأشارت الفنانة العراقية إلى أن سكان بغداد أصبحوا يحبون هذه الجداريات ويتفاعلون معها ويطالبون برسم المزيد منها في أنحاء المدينة. يعني كان الناس قسم من عندها رافضة، قسم منها قابلة، لكن بعدين بدأوا يتعودون أنه هي هاي إضافة جمالية وأيضا زادت من معرفتهم، فبدأوا يحبوها، وأنا أيضا بديت أحب حبهم إلها يعني أكثر ما حبي للرسم يعني وشغفي بإكمال الجدارية. بدأوا يتفاعلون أكثر وبدأوا يحبوها وبدأوا ينتظرون، يعني هم بدأوا يطالبون يعني بالبداية بها كانت نوع من الرفض، لكن حاليا يعني دائما نريد بعد أكثر في بغداد، نريد جداريات أكثر في بغداد، يتمنون لو كل بغداد أنه هي مرسومة. وتشمل الجداريات المرسومة بألوان زاهية ودفء ينشر البهجة في شوارع المدينة صورا لرسامين وشعراء أثروا الحياة الثقافية في العراق. من العراق هنروح لليبيا، وفي مكان بقى مليان بريحة الغرة والورق القديم، مجموعة من المتطوعين الليبيين بيجتمعوا رجال وسيدات حول طاولات في ورشة عمل، وده لترميم المصاحف القديمة أو المصاحف التلفة. تأسست ورشة مزران بصيانة المصحف الشريف في 2006-2007. بالنسبة للدورات يعني تزوجت 100 و158 و160 دورين. بالنسبة لصيانة المصاحف يعني نص مليون لعند 600,000 يعني. بالنسبة للصيانة اللي تمت من تأسيسها لعند الآن من 2006-2000. بالنسبة للإقبال طبعا الناس في يمنح في دورات، أي من هو عنده رغبة في منح الدورات يعطوا في دورات. ونفس الشيء في الصيانة، تقوم بالصيانة في جميع أنواع المصاحف الأغلبية، يعني مصاحف يجي تسليمها من المواطن أو من الزبون نفسه يحطها ونفسه ونصينها له بعد يومين 3 أيام على حسب الدور نتاعها هو يعني نتاع الازدحام. جاي للورشة إني عندي مصحف برمما لأنه قديم، ولما جيت الحقيقة عن طريق صديقي هو اللي ذني الورشة، جيت أنا وياه وجيت، لما جيت لقيت الشباب يشتغلوا وعملهم ممتاز، والمصحف حتى فيه اللي تاع بنات وكذا طلعوهم كأنهم جدد، ومن جميع مناطق ليبيا هم جايينهم باش يجددوا هالمصاحف ويشتغلوا لوجه الله الكريم، وجزاهم الله خير وربي يزيدهم من التوفيق إن شاء الله. بارك الله فيك. نتشرف احنا بصينتكم. امبارح وزارة الأوقاف عملت مؤتمر صحفي شرحت من خلاله آليات عودة عمل المساجد لطبيعتها قبل الغلق، وكمان فتحت الأضرحة والمقامات للزيارة. خلونا نعرف كل التفاصيل من دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. صباح الخير عليك سيادة الوزير، ويعني الناس يمكن بتسأل عن توقيت القرارات، وتم اتخاذ قرارات بعودة المساجد إلى طبيعتها لما قبل الغلق، وكمان مقارئ القرآن للسيدات وللرجال وللأطفال، يعني العديد من القرارات سيادتك. أولا أهلا بحضراتكم جميعا وبالسادة المشاهدين
والحقيقة أنا بداية طبعا أتوجه كل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله لاهتمامه بمسألة طوع العبادة بصفة عامة، مساجد أهل البيت بصفة خاصة، توجيه سيادته بسرعة عودة طوع العبادة إلى وضعها الروحي الطبيعي لشعب مؤمن متدين، الشعب المصري متدين بفطرته وطبيعته. فكل الشكر والتقدير لسيادتي على التوجيه والاهتمام. وأيضا الحقيقة يعني من لم يشكر الله من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ما أنا عرضت المذكرة التفصيلية على دولة رئيس مجلس الوزراء حتى وجه سيادته بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية على الفور. في نقطتين، النقطة الأولى ليه التوقيت ده برضو عشان الناس كانت تتساءل، ويمكن حضرتك قلتي ليه التوقيت ده، ليه ما كانش من أسبوعين، ليه ما كانش من 10 أيام. هذكر حضرتك بحاجة مهمة، سيادة الرئيس كان له توجيه سابق لما مسجد الإمام الحسين وقال ينتهي قبل رمضان وعايز أول يوم نصلي فيه القيام. لما جينا أغلقنا المسجد هو ده وقته ورمضان والحسين. إحنا دائما الدولة المصرية في عهد سيادة الرئيس خدت منهج ما بنعلنش عن الأشياء عند تدشينها وإنما عند إنجازها. وكان توجيه سيادة الرئيس أول يوم ينتهي مسجد الإمام الحسين وانتهى الحمد لله وتمت الصلاة فيه في أول يوم. طيب ليه القرارات دي اتخذت في التوقيت ده؟ لجنة إدارة الأزمة في اجتماعها قبل رمضان كانت بين أمرين، إما تفتح الحياة العامة ده بالتدريج أو بآلية معينة. انتهينا إن إحنا نبدأ بالتدريج. عملنا إيه؟ في رمضان خدنا ثلاث حاجات. أولاً السماح بعودة الدروس الدينية في العصر والعشاء، السماح بمصليات السيدات كاملة، السماح بعودة دور المناسبات. وقلنا هننتظر، اللجنة قالت هننتظر. عادة في الأعياد وفي نهاية رمضان كان بعد كده في السنوات اللي فاتت كانت أعداد الإصابات عادة بترتفع وبيحدث زيادة في حجز أسرة الرعاية والتنفس الصناعي. قال إحنا هننتظر لغاية ما نشوف موسم العيد ورمضان، لو الحالات ما زادتش ومشينا في أوضاع جيدة هنفتح الحياة العامة بالتدريج. لا قدر الله لو في زيادة في الحالات يبقى ده احنا ماشيين بايه؟ بالتدريج يعني بالراحة. الحمد لله رب العالمين لما انتهى موسم العيد ورمضان بخير على مصر كان ان احنا فعلا مستنيين نشوف نتيجة بعد العيد ورمضان. فلما لقينا الحياة جيدة والامور الحمد لله مطمئنة اخذنا القرار المناسب في الوقت المناسب بفتح المساجد وعودتها الى حالاتها الطبيعيه. طب ايه اللي احنا خدناه؟ ما كان يحدث قبل جائحه كورونا في مساجد كبرى زي مسجد الامام الحسين، سيده زينب، السيده نفيسه، هذه المساجد من العاشره صباحا او من التاسعه صباحا هتكون مفتوحه على طول اليوم الى ما بعد صلاه العشاء امام الراكعين والذاكرين والساجدين والمصلين والزائرين. هذه حاجه. طب المساجد اللي على الطرق العامه والمساجد الاخرى حسب ظروف كل مديريه هيفتح دوره الميه والمصلى الخارجي عشان اي حد متاخر في اي توقيت عايز يتوضا يصلي، حتى خدمه الناس العامه والمغتربين واللي على الطريق في قضاء حوائجهم في دورات المياه ستظل مفتوحه طول اليوم. نيجي بقى للمقامات. الحقيقه احنا قلنا حاجتين في مقامات. طيب ممكن معلش يعني قبل المقامات بس، واحنا بنتكلم في عوده فتح المساجد، هترجع المساجد تفتح المساجد العاديه اللي موجوده في كل المدن وفي كل القرى في الجمهوريه كلها، هتفتح في بحسب المواعيد العاديه اللي هو مثلا ممكن يفتح المسجد قبل الصلاه مثلا بنص ساعه عادي مفيش مشكله. ده نوعين، في مسجد مساجد الكبرى مش هتغلق نهائيا. تمام. يعني احنا كان عاده مسجد السيده زينب، السيده نفيسه، سيده الموسى العباس الاحمدي، الفتح اللي في قنصير، المساجد الكبرى بتفتح ما بين التاسعة أو العاشرة حسب طبيعة ظروف كل مسجد. تمام. دي تمام كده. وما بتتقفلش نهائيا إلى ما بعد صلاة العشاء. باقي المساجد بيحصل إيه؟ دورة المية والمصلى الخارجي مفتوح طول الوقت أمام الناس. المسجد الداخلي هو ده اللي قبل الصلاة وبعد الصلاة، أي أن نفس ما كان يطبق قبل جائحة كورونا في الفتح والغلق هو ما سيطبق بحالته الطبيعية التي كنا عليها. لسه في شروط مسافات ما بين المصلين؟ نعم. لسه هيبقى في شروط للمسافات ما بين المصلين؟ أنا قلت ده في المؤتمر الصحفي. قلت مسألة التباعد والكمامة
نسأل الله عز وجل بقى أن يعجل بانتهاء هذا الوباء وينتهي تماما من العالم كله. قصة التباعد والكمامة دي بقى مش خاصة بالمساجد ولا صلاحية الأوقاف، إن ما ينفعش تبقى جهة في الدولة تقول ما فيش كمامة وجهة تقول فيه كمامة، جهة تقول ما فيش تباعد وجهة تقول فيه تباعد. عندما تصدر لجنة الأزمة، لجنة إدارة الأزمة، إن الجائحة انتهت وإن ما فيش التزام بالكمامة هيمشي على الكل، لكن لغاية الآن قال لجنة إدارة الأزمة وإن الناس ملتزمة بالكمامة وقال التزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي ما زال قائما وإحنا بنطبقه ونحس الناس على الالتزام إيه؟ على الالتزام به، لأن ده قائم مش خاص بالمساجد وحدها، ده قائم على كل مؤسسات الدولة. طيب معالي الوزير، الدروس، الدروس داخل المساجد، شروط الدروس والمقارئ القرآن بكثافة بقى. يعني قبل كده كان الدرس مرة في اليوم، إحنا الدرس في المساجد الكبرى اللي هي زي المسجد الإمام الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب رضي الله عنهم أجمعين، ده يبقى فيه درسين، درس العصر ودرس العشاء وفق الجدول المنظم، من الأحد إلى الخميس درس العصر ومن الأحد إلى الأربعاء درس العشاء. باقي المساجد يبقى فيها ثلاث دروس عصر وثلاث دروس عشاء، إضافة إلى دروس الوعظات للسيدات بعد صلاة الظهر، إضافة إلى مقار التحفيظ للسيدات من المحفظات المعتمدات للوزارة بعد صلاة الظهر، إضافة إلى المقار القرآنية. المقار القرآنية قبل كده كانت بتبقى الأئمة والحفظة فقط، احنا دي لا، احنا بنعمل المقرأ يومين، يوم في الأسبوع بتاع الأئمة اللي هي القديمة النظام اللي كان قائم، ويوم نفتحه للجمهور لمن يريد أن يقرأ مقار القرآن من رواد المسجد. هنتوسع في مقار القرآن، أعلننا عن افتتاح المراكز الثقافية، 35 مركز للثقافة الإسلامية والتقديم فيها بدأ، وللعلم كانت المصروفات 800 جنيه العام الماضي، خفضنا المصروفات إلى 400 جنيه عشان نشجع الناس إنها تتقدم، وممكن يدفعهم على قسطين 200 و200، طب ليه عاملين المبلغ؟ عشان بس جدية التقدم، ويبقى إنه في جدية عشان نسهل للناس تعلم الدين الوسطي الصحيح. في 69 مركز لإعداد محفظ القرآن الكريم بفهم معاني القرآن ومقاصد القرآن العامة. ففي توسع في الدروس في المراكز الثقافية، في مقارئ القرآن الكريم، في مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم. النقطة الأخيرة بالنسبة للمقامات، المقامات نوعين، في مساجد ما عليهاش كثافة جماهيرية عالية فدي مقاماتها مفتوحة، يعني مثلا أنا بضرب مثلا مسجد سيدي ابن عطاء الله السكندري أو السادة الوفائية أو سيدي أبي علي الخواص أو الإمام الشعراني، هذه المساجد ليس عليها ضغط كثافة فمقاماتها مفتوحة طول ما المسجد مفتوح. المساجد الكبرى اللي زي مسجد الإمام الحسين، مسجد السيدة زينب، مسجد السيدة نفيسة، بس بنفتحه في أوقات الصلاة. ليه؟ لأن المساجد دي في أوقات الصلاة بيبقى فيها حشود كبيرة جدا، وكله عايز يدخل للمقام والزيارة في توقيت واحد، فإحنا بنقول أوقات الصلاة للصلاة، وفي أوقات الصلاة المقامات مفتوحة أمام الجميع. آخر نقطة، ساحة مسجد الإمام الحسين اللي هي بقت حاجة مبهرة وعلامة الحقيقة في عمارة مساجد آل البيت، وبالمناسبة ما يتم الآن في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها ليس أقل مما تم في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، فإحنا الساحة دي بقت متنفس، فهتكون مفتوحة، المسجد مفتوح من الساعة 10 لغاية بعد العشاء، الساعة بالطبع موجودة معاها، لكن مش ده بس، الساحة دلوقتي قلنا إن إحنا في الشتاء ممكن نسيبها مفتوحة لغاية الساعة 10 وفي الصيف كمتنفس للساعة 12، طب ليه سمعنا الساعة 12 مش الصبح؟ لأن إحنا برضو عايزين الناس بعد الساعة 12 ترجع بيوتها تنام، تقدر تقوم شغلها الصبح، تقدر تأدي عملها، فالمسائل مدروسة دراسة جيدة، بما يحقق التوائم بين البعد الروحي التعبدي عظيم وبين أداء الناس لأعمالها وحركة حياتها. طيب معالي الوزير، بالنسبة لصلاة الجمعة لسه برضو 10 دقايق بالنسبة للخطبة؟ لا دي قضية تانية بقى، لأن القضية في صلاة الجمعة وقلناها قبل كده، احنا قلنا هتكون في حدود 10 دقائق لسبب، أقول لحضرتك ده بعد شرعي وفقهي، هات خطب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما وصل إلينا من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، أطول خطبة وصلت لنا خطبة حجة الوداع، لا تزيد أدائها ما بين 8 إلى 10 دقائق على الإطلاق. اثنين، احنا مسجلين عدد كبير جدا من الخطب وكلها في حدود 10 دقائق ووافية بالموضوع، بل أبعد من هذا، في خطايا دعوية اللي بنسجلها لإذاعة القرآن الكريم ما بين 2 لـ3 دقائق ووافية بالموضوع. إحنا مهمتنا
لنرفع مستوى الائمه ونأهلهم عشان يكون لديهم قدره على الايجاز. طيب حاجه ثانيه، ان خطبه الجمعه الناس يوم المريض فيهم الضعيف وفيهم اللي عنده يعني فال10 دقائق في خطبه الجمعه. طب حاجه ثانيه بقى، ده انت كنت بتقول خطبه الجمعه 10 دقائق وما عندكش دروس. طب اللي عايز يتزود بالعلم عندك درس يومي كل يوم العصر ودرس كل يوم العشاء، فاللي عايز يتزود بالعلم عشان كده قلنا ايه؟ قلنا في درس العصر بنتوسع فيه شويه، يعني حسب طبيعه كل مسجد وكل منطقه. طب ليه بنسيب الامام في درس العصر وخطبه الجمعه؟ خطبه الجمعه اي حد بيصلي مرتبط خروجه من المسجد بانتهاء الخطيب والصلاه، لانه مش هيقدر يسيب الصلاه ويطلع. مزبوط. لكن في درس العصر اللي قاعد بعد الصلاه قاعد براحته، ولو الخطيب طول او الامام او الشيخ طول في الدرس وهو عايز يمشي يقدر ينصرف في اي توقيت. فخطبه الجمعه بعد فقهي ان تكون في حدود 10 دقائق، هذا هو الفقه وليس تضييقا، بدليل ان بنقول له في درس العصر تعالى اقعد اتعلم زي ما انت عايز. عظيم. في درس كمان في العشاء. طيب معالي الوزير، عايز اتكلم مع حضرتك عن بعد اقتصادي شويه، مساله تطوير الاستثمارات داخل وزاره الاوقاف. احنا الحمد لله ان شاء الله باذن الله، رغم ان احنا ماشيين بخطى يعني محترمه جدا، احنا في 10 شهور الحمد لله من العام المالي تجاوزنا 1,600,000,000 صافي ارباح وايرادات، وهو اعلى نسبه ايرادات في تاريخ الهيئه منذ انشائها في مثل هذه المده. السنه دي باذن الله بنؤمن ننهي العام على رقم قياسي جديد في متحصصات الهيئه، لكن ده مش منتهى املنا. احنا الان تم تعيين مساعد جديد لوزير الاوقاف لشؤون هيئه الاوقاف، له خبره اقتصاديه واسعه جدا، ومع بعض بنرسم خطه جديده لمزيد من استثمارات في المرحله المقبله. ولكن ممكن يبقى لنا حديث مستقبلي، احنا زي ما بنعمل استثمارات تاكد عبر برنامج حضراتكم حاجه مهمه جدا، مال الوقف مال الله، الاعتداء عليك كالاعتداء على مال اليتيم، مال حق مال الوقف لا يسقط بالتقادم لا شرعا ولا قانونا. واحنا بنجهز حاجه مهمه جدا وهنعملها مفاجاه كبيره جدا لاي حد تطاول على مال الوقف، اي حد عمل اعتداء او لنا احكام بيعاكسنا في تنفيذها، احنا بنعد قائمه باي حد معتدي على مال الوقف او اي حد مش عايز ينفذ احكام الوقف، وهنطلع نعلن ده بالاسماء وبالجهات، ونقول للحته الشخص الفلاني بياكل يعني متطاول على مال الله وعلى مال الوقف، لان مال الوقف مال شرعا وقانونا، حق الفقراء والمساكين وحق اعمال الخير، لاعتداء عليك. جاي خلينا نتكلم مع حضرتك عن بنوجه صيح التحذير لكل من تسول له نفسه ان يعتدي على مال الوقف او ينال منه او يماطلنا في تنفيذ احكامه. وباكد والله الفتره المقبله وبكل الدعم السياسي والتوجيه، حق الوقف لابد ان يعود كاملا للوقف كائنا من كان، وبنقول اللي مش هيسلم حق الوقف هيعرض نفسه لحرج مجتمعي بالغ، وهنذكر الناس باسماء. دكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم. دلوقتي مشاهدينا هنروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع من بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايما مستنيين. اهلا بحضراتكم مره تانية. موجة تضخم عالمية وأزمة اقتصادية بدأت أثارها تظهر في كتير من دول أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ومعاها بدأنا نشوف كمان اتخاذ قرارات مهمة جدا سواء على المستوى الدولي أو كمان على المستوى الشخصي عند المواطن. هنا كان لازم نسأل في ظل الأزمة الاقتصادية اللي موجودة في العالم، إزاي نحقق معدل الترشيد الاستهلاك في ظل هذا الظرف اللي طبعا طرأ على العالم كله؟ هنجاوب على كل هذه الاسئله بالتفصيل مع ضيفنا الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي. دكتور علي صباح الخير يا فندم. صباح النور على حضراتكم وعلى كل الساده المشاهدين الكرام. يا اهلا بك. عايزين نشرح للناس بس في البدايه الازمه العالميه. طيب خلينا نقول طبعا المشكله اللي بيعاني منها الاقتصاد العالمي ان جت صدمتين ورا بعض، احنا بنتكلم على صدمه ضخمه جدا بحجم تداعيات كورونا، وبعد كده يمكن بفتره زمنيه قليله بنتكلم على حوالي اقل من سنتين، ولقينا طبعا الازمه الحاليه المرتبطه بالحرب الروسيه الاوكرانيه. المشكله دلوقتي ان
احنا مش بنتكلم على تداعيات ازمه وبس، لكن احنا بنتكلم انجاز التعبير يعني عن حرب عالميه ولكن في شكلها الاقتصادي. احنا يمكن في فتره شفنا لما كان في حرب تجاريه ما بين الصين والولايات المتحده الامريكيه زي العالم كله تاثر. احنا دلوقتي شايفين ان الحرب الاقتصاديه ديت والتجاريه ما بين الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي وما بين روسيا وعديد من الدول المواليه ليها، فبالتالي المشهد كله بقى صعب جدا على المستوى الاقتصادي، على المستوى التجاري، على حتى النظام النقدي العالمي. دوت اللي ابتدى يأثر بشكل واضح على معدلات التضخم على مستوى العالم، ابتدى يحصل فيها ارتفاعات كبيره جدا، ودايما في حاله الارتفاع اللي بتشهدها معدلات التضخم بتلجأ البنوك المركزيه الى رفع اسعار الفايده. ما فيش قرار اقتصادي ملائكي، يعني ما ينفعش ان انا اقول ان القرار دوت ايجابياته ان هو هيساعد في كذا او هيقلل في كذا دون ان انا انظر للجوانب السلبيه، لكن هي الفكره كلها ان البنوك المركزيه الاداه اللي بيقدروا يستخدموها في سياستهم النقديه ان هم يرفعوا اسعار الفايده علشان يقدر ان هو يقلل بعض الشيء من معدلات التضخم، لكن برضه خلينا ناكد ان معدلات التضخم لما بترتفع مش بيبقى بس الجزء مرتبط بالازمه او تداعياتها، لكن بيبقى في داخل مجموعه كبيره من العوامل، عشان كده سعر الفايده بس لما بنرفعه ما بيقدرش لوحده ان هو يقلل معدلات التضخم، لازم يبقى في مجموعه كبيره من العوامل اللي تقدر ان هي على سبيل المثال اخفض من التكاليف المرتبطه بالانتاج، اقدم حوافز للاستثمار اللي طبعا الاستثمار بيتاثر بشكل سلبي نتيجه ارتفاعات اسعار الفايده. المواطن مش هقول حتى على مستوى مصر، على مستوى العالم كله مع الارتفاعات الشديده جدا في معدلات التضخم ابتدى ينظر للامر من عده نقاط، جزء مرتبط بمدخراته هيعمل فيها ايه؟ وجزء الثاني مرتبط باستهلاكه، هيبتدي ان هو يتحرك فيه ازاي في ظل الارتفاعات الشديده اللي موجوده على مستوى العالم. الموضوع مش مرتبط بس بالاقتصادات الناشئه او الاقتصادات الناميه، ولكن حتى على مستوى الدول المتقدمه بدايه بالولايات المتحده الامريكيه معدل تضخم يعني في البدايه كان 7% دلوقتي 8.5%، اكبر معدل تضخم على مدار 40 سنه، ابتدينا نشوف ارتفاعات طبعا في اسعار الفايده، شايفين ازاي ان المواطن في كمان حزمه من الاجراءات يعني لترشيد الاستهلاك تم اتخاذها في امريكا، فيعني شايفين انه كله رايح في اتجاه مساله ترشيد الاستهلاك. الموضوع دايما بيبدا من المواطن ذات نفسه، بمعنى ان الدول والحكومات مهما كان ليها توجهاتها او مهما كان ليها قراراتها، لكن الموضوع دايما بيجي من الوعي الاستهلاكي للمواطن، ازاي ان مع الارتفاعات الشديده في معدلات التضخم ان هو يبتدي يعيد حساباته مره اخرى وترتيب اولوياته، وهو دوت اللي يمكن الغرب او كتير من الدول المتقدمه هنشوف ان مواطنيها ابتدوا فعلا ان هم يتحركوا على الاتجاه ده. من بعض الدول ان احنا داخلين على ازمه امن غذائي يعني كبيره. خليني اقول لحضرتك ان البنك الدولي حتى بيتحدث عن ان الازمه ديت هتستمر لمده 3 سنوات، احنا بنتكلم على توقع ان 3 سنين من ارتفاعات الاسعار ومعدلات التضخم، وفي طبعا توقعات يمكن تكون اكثر تشاؤما ان الازمه ممكن تستمر لاكثر من كده، لان برضو انتهاء الحرب حتى لو بنتكلم ان هي هتنتهي النهارده لكن التداعيات الاقتصاديه بتستمر لسنوات بعديها. واصلا كان في ازمه في سلاسل الامداد من قبل كده بسبب تداعيات فيروس كورونا. بالظبط، وده اللي زود الامور صعوبه، ان احنا بنتكلم على صدمتين في وقت زمني قليل جدا، وده اللي خلى حتى الحكومات على مستوى العالم والاقتصاد العالمي ما كانش قدر يتعافى بالشكل الكامل، لان برضه في المشهد بتاع كورونا كانت الحكومات كلها قدمت عديد من الحوافز الاقتصاديه والماليه علشان تقدر ان هي اقل من هذه التداعيات، فلسه ما كانش فيه تعافي بالشكل الكامل، فبالتالي ده اللي زود الامور صعوبه، في ظل كمان ان حضرتك لما يعني تحدثت عن موضوع الغذاء على سبيل المثال، المشكله كمان ان القوى اللي يعني في حاله صراع وحرب بتمتلك قدر كبير جدا من القمح والحبوب والسلع الغذائيه على مستوى العالم، حصتها كبيره من حصه العالم في من الناحيه الاخرى الطاقه. بالظبط، والجانب الاخر الطاقه واللي بيأثر بشكل واضح على اي اقتصاد، وبالتالي العنصرين دول كانوا مؤثرين بشكل كبير على المشهد الاقتصادي، وفي نفس الوقت احنا كمان ابتدينا نغير كتير من المفاهيم اللي اتعود عليها العالم لعقود كثيره جدا، يعني بمعنى ان دايما من
سنة 1945 بالظبط، من أول ما بيطلق عليه النظام الاقتصادي العالمي الجديد، فكرة الانفتاح الاقتصادي والاعتماد المتبادل، ابتدت المفاهيم دي حتى تتغير، إن إزاي الدول تسعى إلى الاكتفاء الذاتي، إزاي إن الدول تبتدي تعتمد بشكل أكبر على إمكانياتها ومواردها علشان تقلل من الاعتماد على الخارج، لأن جزء كبير من المشكلة اللي العالم كله بيشهدها هي فكرة التضخم المستورد، إزاي إن التضخم المستورد ده بقى بيأثر بشكل واضح في معدلات التضخم لديها، وده اللي بيأثر بشكل سلبي بعد كده على خطط الدولة بقى، سواء بنتحدث على سياسات الاستثمار، بنتحدث عن الحوافز، بنتكلم على مستوى معيشة المواطنين. الدول النامية والدول اللي كانتش أخذت إجراءات خاصة بإصلاحاتها الاقتصادية طبعا تأثرت بشكل أكبر، نتيجة إن هي كمان كانت محملة بأعباء ما قبل حتى تداعيات كورونا على مستوى مستويات المديونية ومشاكل عديدة في مستويات العجز والدين وغيرها، دي كلها أكيد أثرت بسلب وازدادت الأمور سوءا. مؤشر أمن الغذاء أصبح من المؤشرات اللي العالم كله بيتحدث إليها الفترة ديت، مستويات الجوع، مستويات الفقر، وكمان مع حالة الضبابية وعدم اليقين بشدها المستثمرين، ابتدى كمان يكون الحديث عن مستويات البطالة اللي متوقع طبعا ان هي هتتأثر بشكل واضح نتيجة ان عجلة الاستثمار دلوقتي بيحصل فيها نوع من انواع التباطؤ بشكل كبير، ركود في الاسواق بشكل عام. كمان يمكن عاوزين نقول على حاجة يمكن مهمة جدا، مع التنافس بشكل كبير ما بين البنوك المركزية على مستوى العالم على رفع اسعار الفايدة، هنلاقي ان المشهد كمان على المستوى العالمي بقى يعني غريب جدا، بمعنى ان المنافسه بقت ما بين الدول على جذب الاستثمارات الاجنبيه غير مباشره، الهوت ماني، فكره ازاي ان انا عاوز اجذب بشكل كبير الاموال الساخنه ديت اللي هي استثمارات الاجانب في ادوات الدين الحكومي، وازاي ان انا اعزز بشكل كبير من استثماراتهم علشان ارفع من سعر صرف العمله الخاصه بدوله ما. الفيدرالي لما رفع اسعار الفايده احنا شفنا بعديه يمكن بدقائق، مش هقول حتى بساعات، عديد من دول العالم، وكمان احنا مش بنتكلم على اقتصادات ناميه او اخذها في النمو، احنا حتى شفنا بنك انجلترا هو ذات نفسه كمان رفع، يعني احنا بنتكلم على حاله العالم كله ابتدى ان هو يشهدها بالظبط. التاثير السلبي ان هو بيجي على استثمارات مباشره وحتى على الاستثمارات الغير مباشره، واقصد بيها ان هو في الغير مباشره الخاصه باسواق المال، وازاي ان هي بتتاثر سلبا نتيجه رفع اسعار الفايده. طيب لو هنيجي نتكلم عن ترشيد الاستهلاك، في امريكا مثلا بداوا في سياسه ترشيد الاستهلاك بشكل عام في الاكل، بقى يقللوا شويه من الاكل بره، يركبوا مواصلات جماعيه اتوبيسات، ويقللوا شويه من استخدام سياراتهم الخاصه. احنا هنا ممكن نرشد الاستهلاك ازاي؟ احنا لازم يعني بشكل كبير جدا يبقى عندنا فكره ترتيب الاولويات. احنا عندنا مشكله في سلوكنا الاستهلاكي، وده مش مشكله من دلوقتي، لا احنا عندنا مشكله فيها من عقود كثيره جدا، ويمكن حتى يمكن في شهر رمضان الكريم احنا يعني ده موضوع يعني بالظبط، يعني احنا عارفين ان يعني عندنا كتير من السلبيات، ودي حاجات يعني تورثناها للاسف الشديد، بنحاول نغير منها لكن لغايه دلوقتي ما نقدرش نقول ان احنا غيرنا فيها بشكل كبير. لغايه دلوقتي المواطن المصري للاسف الشديد مش عارف ان هو يتعامل مع ازمه كبيره بيمر بها العالم مرتبطه بارتفاعات متعددة الطلب، مرتبط بمسألة ترشيد الاستهلاك، لأنه إحنا سواء في أزمة كورونا أو دلوقتي ما نزلناش دورنا على سلعة لأنها مش موجودة. ممكن يكون في غلاء في الأسعار، لكن يعني دولة بتتحكم في مسألة العرض والطلب إلى حد كبير، يمكن عشان احنا يعني ما حصلش عندنا انه زي ما شفنا في دول تانية نزلنا ندور على سلعة لانها مش موجوده. طيب خلينا نقول طبعا الحكومه والدوله قدرت ان هي بشكل كبير توفر كافه السلع والخدمات، مش بكان على الازمه دي وحتى يمكن في ازمات سابقه، لكن فكره ان المواطن ما شعرش او ما حسش بارتفاعات الاسعار، لا ما فيش مواطن في مصر مهما كان مستوى دخله ما حسش ان في ارتفاعات ابتدت تبقى موجوده في السلع والخدمات، لكن لا للاسف لا طبعا حسينا بارتفاع الاسعار، انا بس بتكلم عن انه احنا لقينا السلعه بس هي الفكره كلها ان السلوك الاستهلاكي الخاطئ بيضغى على حتى ارتفاعات الاسعار، بمعنى ايه؟ ان لغايه اللحظه ديت لا احنا هنشوف ان الناس ما غيرتش بشكل كبير في سلوكها الاستهلاكي، فكره ان انا هو انا محتاج دلوقتي ان انا اغير التليفون ولا مش محتاج، وانا محتاج اسافر دلوقتي ولا مش محتاج، وانا محتاج ان انا اعمل عزومات ولا مش محتاج، ده اللي محتاج نفكر فيه بقى دلوقتي. دي مو لازم احنا نبتدي نغير فيها، الناس اللي بتبتدي تفكر في تغيير العربيه، انا على فكره
حديثي عن محدودي الدخل ومتوسط الدخل، اصحاب الدخول المرتفع يفعلوا ما يشاءوا، يعني مش هو دوت موضوعنا. كل دول العالم بالظبط، مش في مصر، في العالم كله اصحاب الدخول المرتفعه دولت ما عندهمش المشكله، لكن احنا لما بنوجه كلامنا احنا بنكلم الطبقه المتوسطه وبنتكلم محدود الدخل، ازاي ان انت في الوقت دوت ترتب اولوياتك، لان لازم تبقى عارف ان الازمه ديت مش بتاعت شهر وشهرين وثلاثه، احنا بنتكلم لفترات طويله، وبالتالي لو انت ضغطت دلوقتي نفسك في اقساط وديون وابتديت ان انت تضغط ميزانيتك، ده هياثر عليك بعد كده في حاجات ثانيه مهمه ممكن ان انت تصطدم. يعني المقبل على شراء اي حاجه دلوقتي هتتطلب اقساط بفوائد، او انه مثلا بيخطط لحاجه فيبتدي فيها دلوقتي، لا يستنى. فكرة كلها عربية شقة لازم تبقى مفارق ما بين سلعة أساسية وسلعة كمالية. أنت دلوقتي في السلعة الأساسية دي ما حدش يقدر يستغنى عنها، إحنا بنتكلم على أكل وشرب ملبس، دي حاجات أساسيات. لكن لما بنيجي نتكلم على سلع كمالية أو سلعة ممكن يكون فيها نوع من أنواع الترفيه، لازم تعيد أولوياتك فيها ولازم تعيد التفكير فيها مرة أخرى. أعتقد إحنا حتى في الأكل والشرب محتاجين ترشيد استهلاك كبير. أكيد عملية الهدر في حد ذاتها أكيد يعني دي مش مطلوبة، لكن إحنا بنتكلم على فكرة معينة. إن إحنا بنتكلم على احتياجات الأسرة، إن هي طبعا يكون فيها نوع من أنواع الترشيد ويكون فيها عقلانية في عملية الشراء. بالنسبة للعقارات يمكن ده جزء بيعتبر الكثيرين مخزن للقيمة في الفترة الحالية، ومع ارتفاعات معدلات التضخم احنا عندنا مخازن القيمة يمكن هم ثلاثة. الصورة فيها ضبابية لشكل كبير، يعني الصورة فيها ضبابية، الناس ما بقتش عارفة لو هي عايزة تحط فلوس دلوقتي تحط فلوس فين. يعني سوق الدهب مثلا امبارح مفروض تم اغلاق سوق الدهب، انا اعتقد ان ده مش بصوره رسميه لكن يعني في اخبار عن عدم مفيش تداول يعني. طيب احنا عندنا الذهب الدولار وعندنا العقارات دولت مخازن القيمه يعني. الفكره كلها يمكن على موضوع الذهب، احنا الفتره ديت اجازه، الفكره كلها ان مع ارتفاعات الفايده من جانب الفدرالي ابتدى بقى يبقى في تكهنات كبيره جدا، الذهب اسعارها هترتفع والدولار اسعارها هترتفع، طيب احنا دلوقتي هنشتري ذهب ولا ما نشتريش؟ الفكره كلها ببساطه دايما لما اجي افكر في اي مخازن للقيمه سواء كان ذهب او دولار او حتى العقارات، لازم اول حاجه ابص عليها هي شهادات الاستثمار، هو البنك هيديني كام؟ لان البنك دايما زيرو ريسك، ما فيش مخاطره خالص، البنك دلوقتي بيدي 18% على شهاده الاستثمار، وده بتكلم عليه في الاجل القصير، بتكلم على سنه. طيب انت دلوقتي المدخرات بتاعتك ديت هل انت محتاجها لاكثر من سنه؟ يعني انت مش محتاجها دلوقتي في غير بعد 3-4 سنين؟ طب ابتدي فكر في الذهب، ابتدي فكر في العقارات، ابتدي فكر حتى في عمله اجنبيه لو حد يعني بيفكر في حاجه زي كده. لكن لو انت بتفكر في اجل قصير بتتكلم في سنه بس، لا انت عندك 18%، لان احنا برضه نحسبها. انت دلوقتي لما تيجي تغير جنيه بالدولار على سبيل المثال او غيرته بذهب، هل هو هيزيد 18% في خلال سنه ولا لا؟ ده السؤال لازم تساله نفسك. يبقى هي الفكره كلها، لان احنا برضه بنشوف ان الناس ايه، طب انا هجيب ذهب دلوقتي، طب انا هجيب دولار دلوقتي، طب انا هجيب عقار دلوقتي، لازم تبقى عارف انت هتكسب قد ايه ومحتاج الفلوس ديت بعد فتره زمنيه ازاي. وفي طبعا اوجه كتير اخرى للاستثمار، لكن انا بتكلم على الثلاث جوانب دولت، لان يمكن دولت اللي الحديث دايما عنه بيكون مستمر. العقارات حتى يمكن ناس بتلجأ ليها، لكن يمكن احنا مع الظروف اللي الدولة ابتدت تتحرك عليها على مستوى توفير الوحدات السكنية وبقى في معروض كبير جدا، ويمكن حتى السيد الرئيس كان يتحدث عن هذا الأمر عدة مرات وكان بيأكد ان شراء الوحدات السكنية يكون لغاية الاستخدام، لكن فكرة ان احنا نشتري عقارات ونبتدي نسيبها مش هي دي اللي بقت يمكن ليها مردود كبير جدا. في زيادة المعروض كمان بقى يمكن ساعات بيبقى في حالة من حالات الركود بعد الشيء، فعشان كده يمكن الناس ابتدت تتحرك على موضوع الذهب بالفترة الأخيرة وابتدوا يتحدثوا عنه. وفي نفس الوقت برضو أنا بتكلم إن الذهب ما ينفعش في المدخرات أو المبالغ القليلة، يعني إحنا بنتكلم على مبالغ لازم تكون ضخمة شوية، لكن لما حد بيجي يتكلم يعني على صغير يعني معاه تحويشة صغيرة برضو 50,000 100,000 مثلا، يعني هو حاطين 50,000 و100,000 يحطوهم في البنك هيجيبوا له 18% في سنة، ده زيرو ريسك. لكن هو 100,000 هيجيب بيهم يعني هيجيب بيهم قد ايه ذهب وهيكسبه قد ايه في خلال، انا بتكلم في خلال سنة. طب هو مش عاوز لمدة 3-4-5 سنين، ماشي يشتري بيهم ذهب، ويعني يفضل طبعا ان يكون حاجات ما يكونش فيها مصنعيات وكده، يعني سبائك مثلا سبائك او مثلا دهب او الحاجات ديت ما بيبقاش فيها مصنعيات كبيره، ممكن يحتفظ بيها لفترات زمنيه طويله. لكن خليني اقول برضو على حاجه، ميزه التعامل مع البنوك ان انت هتقدر حتى لو انت احتجت الفلوس ديت خلال الفتره الزمنيه دي
الطبيعي، تقدر تاخد قاعده بضمانها، تقدر ان انت بعد كده تصرف العائد يعني هيبقى فيه، لكن برضه انت لما بتحطها في شكل يعني ذهب في النهايه فكره ان انت تقدر تسيله او ان انت تستبدله في وقت معين اكيد مش بتبقى بنفس السهوله. بكل تاكيد يا فندم شرفتنا ونورتنا دكتور علي الخليجي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا يا دكتور. كده مشاهدينا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهارده، كنا معاكم على مدار 3 ساعات انا وشاذلي ودينا، وبكره حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، ربنا دايما يصبحكم بالصحه والسعاده والرضا.